يعطيكم العافية جميعا، نرحب بالجميع بالجلسة الحوارية 16 من منتدى التحكيم بموضوع وهو التحكيم في نزاعات تعاطي المنشطات الرياضية. إيمانا بأهمية هذا الموضوع، نستضيف في هذه الجلسة القاضي شعبان غالب، وهو نائب رئيس محكمة الاستئناف بجمهورية مصر العربية، ومحاضر ومدرب في مجال قانون الرياضة والتحكيم والوساطة، ومؤلف لكتاب الوجيز في قانون الرياضة والنظام القانوني لكرة القدم. كما يسعدنا أيضا أن نستضيف الدكتور طارق دياب، وهو محكم معتمد لدى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، مستشار قانوني رئيسي لدى شركة نيسان، وهو مدير الإدارة القانونية لشركة كواديكو، كما أنه باحث دكتوراه في القانون الدولي. ونرحب أيضا بكم بجميع الحاضرين معنا في كل مكان، كل باسمه ولقبه، فأهلا وسهلا بكم معنا. أصبحت الأحداث الرياضية في العصر الحالي ظاهرة ذات قيمة اقتصادية لها العديد من الأبعاد، التي تتجلى في وجود عقود ذات قيمة مالية عالية، وهي التي تثير العديد من المسائل القانونية المعقدة، وتتسبب في الكثير من المنازعات، ومن ضمنها النزاعات المتعلقة في موضوع تعاطي المنشطات الرياضية. في هذه الجلسة سنتطرق إلى العديد من المحاور، منها مفهوم المنشطات والطرق المنشطة الرياضية، سنتطرق إلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الرياضية، الوكالات الوطنية، وأيضا إلى دور التحكيم في تسوية النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات. قبل البدء في هذه الجلسة والتحاور مع الأستاذ طارق والقاضي شعبان، سنقوم بطرح استطلاع، وهو استفتاء لمعرفة مدى معرفتكم حول موضوع التحكيم في نزاعات تعاطي المنشطات الرياضية. سيظهر لديكم السؤال الآن جميعا، وهو عبارة عن استفتاء لمدى معرفتكم عن موضوع التحكيم في نزاعات تعاطي المنشطات الرياضية. هل هي معرفة عالية، معرفة متوسطة، أم ليس لديكم فكرة عن هذا الموضوع المطروح في هذه الجلسة؟ أرجو من الجميع المشاركة في هذا الاستطلاع حتى يتم تسليط الضوء على كل الموضوعات الهامة حول هذا الموضوع. سنترك المجال قليلا أيضا للتصويت. تمام. النتيجة كالتالي أستاذ طارق والأستاذ شعبان، وهي 0% ما عندهم أي معرفة عالية حول الموضوع، 28% لديهم معرفة متوسطة حول الموضوع، و72% من الحاضرين ليس لديهم أي فكرة عن موضوع التحكيم في نزاعات تعاطي المنشطات الرياضية. وهذا الموضوع يلقي على عاتقنا عبء ومسؤولية أكبر بتسليط الضوء على الموضوع. ونبدأ بالسؤال الأول مع سعادة القاضي شعبان غالب حول موضوع الأساس القانوني والتاريخي لحظر المنشطات في المجال الرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا يعني سعيد ومبسوط بتواجدي معاكم للمرة الثانية، وبجانب أخي وصديقي سعادة الدكتور طارق دياب، وبرضه أنا بقول له ألف سلام عليك، لأن هو برضه كان بيمر بوعكة صحية قريب، يعني يمكن لسه يعني يعتبر ما تماثلش للشفاء. فندعوه كده، ندعوه إن شاء الله إن ربنا يعني يشفيه ويعافيه يا رب. وانا عارف ان هو كان يعني على وشك انه يعتذر هذه الجلسه يعني، بس يمكن احنا ضغطنا عليه يعني، وقلنا لا لازم تبقى موجود معانا يعني وكده. شرف لينا مع المستشار، شرف لينا. ربنا يبارك فيك يا دكتور طارق. طيب، بالنسبه للاساس التاريخي والقانوني لمكافحه المنشطات الرياضيه، في مبدا اولمبي مهم. احنا قلنا طبعا ان اللجنه الاولمبيه الدوليه اللي هي تم اعاده انشائها او انشاء سنه 1894 تقريبا يعني ميلاديه، عفوا، لها بعض المبادئ الاولمبيه.
والمبادئ الأولمبية بتاع اللجنة الأولمبية بيتم تطويرها كل تقريبا 4 سنوات. بس لو سمحت أسكر المايك، أسعد لو سمحت تساعدني بإغلاق المايك على الجميع. الصوت واضح بالنسبة لي؟ واضح، تفضل سعادة القاضي. طيب، فمن أهم المبادئ الأولمبية هو مبدأ النزاهة الرياضية وتكافؤ الفرص الرياضية. طيب، هذا المبدأ موجود من ضمن أو من أهم مبادئ كمان اللجنة الأولمبية الدولية أو الميثاق الأولمبي، وكان يتعين طبعا إن يكون في نزاهة في ممارسة الرياضة، وإن يكون يعني في حيادية ونزاهة للمتسابقين في المجال الرياضي. وعشان كده تم حظر المنشطات الرياضية، عشان يعني ما يبقاش لأي من المتسابقين أو للرياضيين أي فرصة أو أي أفضلية في إن هم يفوزوا بالمسابقات الرياضية. طيب، إمتى بدأ حظر المنشطات الرياضية؟ يمكن أول دولة في العالم حظرت المنشطات الرياضية كانت بلجيكا سنة 1963، بعد كده جت وراها فرنسا سنة 1965. طيب، بعد كده بقى يتوالت ايه الموضوع حظر المنشطات الرياضيه. طيب، هنيجي احنا بالنسبه للوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات. الوكاله الدوليه يمكن برضه هتبقى محور من ضمن المحاور، تم انشائها سنه 1999، وبعد كده دخلنا بقى في اتفاقيه اليونسكو اللي هي تم ابرامها في باريس سنه 2005، وهذه هي الاتفاقيه اللي هي ايه جت بقى ايه اسست موضوع حظر المنشطات في المجال الرياضي. فده بالنسبه لايه للاساس التاريخي والقانوني لحظر المنشطات الرياضيه. تمام، شكرا أستاذ سعادة القاضي شعبان غالب. أستاذ طارق، الكل بيسأل، أو السؤال البديهي إنه مفهوم المواد المنشطة المحظورة في الرياضة أو في المجال الرياضي، ما هي المواد المنشطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأول أحب أرحب بحضراتكم جميعا، وأرحب بأخويا الأكبر، مش أكبر كتير يعني، طبعا الأستاذ شعبان، وأرحب بيك أستاذ هيبة، وأرحب طبعا بأستاذنا العزيز أستاذ محمد هادية، وبنشكركم على الدعوة الجميلة دي، وإن شاء الله تكون مفيدة للجميع. المنشطات الرياضية بشكل عام ليها أكتر من تعريف يعني، لكن مفيش تعريف مستقر عليه بصورة كاملة، لكن هو كل ما يدخل الجسم بغرض زيادة نشاطه أو زيادة نشاطه. زيادة النشاط بيكون الهدف منها تحسين المستوى الرياضي. يعني ذكر المستشار شعبان الهدف الأساسي لحظر المنشطات أو الأساس التاريخي لحظر المنشطات اللي هو المساواة بين الرياضيين. أنا لما أكون بتعامل بشكل طبيعي أو بجسم الطبيعي مش هتكون الفروقات كبيرة بين البشر يعني في ممارسة الرياضة. لكن لما أنا آخد منشطات إضافية أو أي مواد يتم اضافتها للجسم سواء عقاقير او غيره او غيره، المنشطات دي بتديني افضليه، وبالتالي احنا نقدر ناخد مع تعريف المنشطات من الاساس التاريخي. هو كل ما يمنح القدره او كل ما يمنح قدره اضافيه للجسم بكافه صورها، سواء في صوره عقاقير، سواء في صوره هرمونات، سواء في صوره ادويه، اي صوره من الصور. وطبعا في قائمة المحظورات قائمة كبيرة جدا وبيتم تجديدها سنويا زي ما هنوضح في باقي الندوة إن شاء الله. تمام، شكرا أستاذ طارق. سعادة القاضي شعبان، مفهوم الطرق المنشطة المحظورة في الرياضة أو في المجال الرياضي ما هي؟ صحة. أنا كنت عايز الأول برضو أضيف لكلام الدكتور طارق بالنسبة للمواد المنشطة. يمكن أنا كان ليا كتاب اسمه وجيز في قانون الرياضة، وكان هو الكتاب من خمسة أبواب، كان أحد هذه الأبواب كان عن المنشطات الرياضية. يمكن أنا زي ما تفضل الدكتور طارق كده إن فعلا في تعريفات كتيرة جدا يعني من جهات وهيئات رياضية وضعت تعريفات مختلفة للمنشطات الرياضية، لكن أنا كنت وضعت كده تعريف بسيط يعني للمنشطات الرياضية في الكتاب ده يعني.
ده من وجهة نظر يعني، هو حاجة بسيطة كده بحيث إن هو إيه يعني يقدر إيه يعني أي حد يفهم هذا المفهوم. أنا على وضعت طولك تعريف على فكرة. وضعت تعريف للمنشطات الرياضية إن هي مواد طبيعية أو غير طبيعية قد تعطى أو يتعاطاها الرياضي، وهي تحفزه وقد تحفزه من الناحية الجسدية أو الذهنية أو النفسية إلى الفوز في المسابقات الرياضية. فده مفهوم بسيط جدا للمنشطات الرياضية. المنشط الرياضي أو المواد المنشطة قد تحفز الرياضي من الناحية الجسدية، إنه تديله أفضلية في الناحية الجسدية أو النفسية أو الذهنية، وهذه الأفضلية يعني إيه يعني تقل بمبدأ الحياد الرياضي والنزاهة الرياضية. طيب بالنسبة للطرق الرياضية، الطرق المنشطة أو الطرق المنشطة المحظورة، يمكن برضو محدش يعرف إن في زي ما في مواد محظورة في حاجة اسمها طرق منشطة محظورة. والطرق المنشطة المحظورة هي دي بتبقى عبارة عن تدخلات طبية، بيتم التدخل الطبي للرياضي، والتدخلات دي قد تكون في مشتقات الدماء دم الرياضي، وقد تكون تدخلات جينية، يعني الأطباء بيلعبوا في جينات معينة للرياضيين بحيث إنها تجعل لهم بعض الأفضلية الجسدية أو الإيه أو النفسية، وقد تكون تدخلات عصبية يعني في الجهاز العصبي للرياضي تحفزه إنه يكون أقوى وأفضل من غيره من الرياضيين. فدي بالنسبة للطرق المنشطة المحظورة. والطرق دي زي ما تفضل الدكتور طارق هي برضو بتبقى موجودة في القائمة اللي هي القائمة اللي هي إيه بيتم تحديدها أو تجديدها سنويا. ده بالنسبة للطرق المنشطة. سعادة القاضي شعبان، أمثلة على موضوع القائمة أو أمثلة على القائمة، قائمة الأنشطة المحظورة فعليا والموجودة على ضمن القائمة الموجودة على قائمة المنشطات الرياضية المحظورة. لا ما سمعتش حضرتك يا استاذ هبه. أمثلة على قائمة المنشطات الرياضية المحظورة، يعني المواد، ما هي المواد المحظورة فعليا بالقائمة؟ طيب هو القائمه دي بيتم تجديدها سنويا تحديدا في شهر سبتمبر من كل عام، ويتم تحديدها بمعرفه الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات. فالقائمة دي بيتم تحديدها ازاي؟ هي ليها اجراءات معينة وفقا، طبعا هي الوكالة في حاجة اسمها القانون الدولي او القانون العالمي لمكافحة المنشطات او الكود العالمي لمكافحة المنشطات. طيب الكود العالمي لمكافحة المنشطات حدد اجراءات معينة لتحديث هذه القائمة سنويا. في لجنة اسمها اللجنة الطبية في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، دي بتحدد المواد المنشطة المحظورة اللي هي تؤثر على النزاهة الرياضية والحياد الرياضي. طيب بتحدد سنويا هذه المواد وبتطرح وبتعمل مشروع لهذه القائمة، بيتم طرح هذا المشروع لهذه القائمة للمواد والطرق المحظورة، بيتم طرحها على الرياضيين وعلى الأطباء والمعنيين، بيبدوا عليها بيتم إبداء ملاحظاتهم عليها، وبترجع هذه الملاحظات للجنة الطبية، واللجنة الطبية بتأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار وبتعرض الأمر على اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بتنعقد كل شهر سبتمبر وبتقر بصفة نهائية هذه القائمة. هذه القائمة يعني بتضم المواد المنشطة المحظورة والطرق المنشطة المحظورة. طيب هذه القائمة برضو بتبقى المواد المحظورة بتبقى عبارة عن إيه؟ المواد المحظورة بتبقى ثلاثة أنواع. نوع من هذه المواد تكون محظورة على الرياضيين واللاعبين تعاطيها طوال الوقت، يعني ده محظور عليهم يتعاطوها طوال الوقت سواء قبل الأحداث الرياضية أو أثناء الأحداث الرياضية أو بعد الأحداث الرياضية.
القسم الثاني بيبقى في بعض المنشطات او المواد المحظوره اللي يعني محظور تناولها من الرياضيين اثناء الاحداث الرياضيه فقط، يعني يكون الرياضي ممكن يتناول هذه المواد قبل الاحداث الرياضيه او المسابقات الرياضيه او بعد المسابقات الرياضيه. في نوع ثالث وهي بعض المواد المحظوره على بعض الرياضات المعينه، زي مثلا الكحول. الكحول ده يعتبر من ضمن قائمه المنشطات، والكحول محظور على بعض الرياضات المعينه اللي هي الرياضات الخاصه بسباقات السيارات وسباقات الطيران. فده بالنسبه لايه لقائمه المواد المحظوره والطرق المحظوره. شكرا سعادة القاضي شعبان. أستاذ طارق، عادة أغلب اللاعبين بيلجأوا لموضوع المكملات الغذائية وبتناولوها، هل هي تعتبر من ضمن المواد المحظور تناولها وتعتبر منشطات رياضية أم لا؟ الموضوع علمي بحت، يعني الموضوع علمي اكتر من قانوني بشكل كبير. في طبعا مسميات كبيره، مسميات كتير وتعريفات كتير للمنشطات الرياضيه، ومسماها مقسمه تحت اكواد، اس 1 اس 2 هرمونات مدرات للبول، ليه مسميات كلها مسميات فنيه. لكن المكملات الغذائيه في بعض الاحيان بتكون جزء من المنشطات، يعني هتلاقي مسابقات مثلا بتتحدث، وخاصة هنتكلم وليكن عن مسابقات كمال الأجسام، بتكون المسابقة من شروطها إنك تكون طبيعي 100% بدون تناول أي هرمونات، بدون تناول أي مكملات. المكملات لازم تكون طبيعية، لأن هي المكملات أساسها مش الأدوية أو البروتين اللي بنشتريه أو الكرياتين. المكملات نقدر نستمدها من أي مادة غذائية، وهي والمصدر بتاعها هي المواد الغذائية. فبيكون الهدف الأساسي منها إن المسابقة تكون طبيعية 100%، وبيتم إجراء فحوصات دقيقة. ومع ذلك في أبحاث اتكلمت إن رغم الفحوصات الدقيقة دي ما بيقدرش يثبت إذا كان في مكملات تم تعاطيها أثناء فترة التدريب والتجهيز ولا لا. لكن أحيانا بتكون المكملات الغذائية هي جزء من المنشطات، على حسب طبعا بتختلف من مسابقة لمسابقة، وكمان بالمناسبة بتختلف من رياضة لرياضة. يعني في بعض المكملات وبعض المنشطات محظورة في بعض الرياضات ومش محظورة في رياضات أخرى. تمام. أستاذ طارق، هل في جهات مسؤولة عن مراقبة الرياضيين في التزامهم بعدم تعاطيهم لأي مواد منشطة؟ آه طبعا. لو نذكر هي المادة 5 من اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات، حددت الجهات المسؤولة أو المختصة بالرقابة على المنشطات، وقالت المنظمات الدولية المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات والاتحادات الرياضية الدولية والجهات المشرفة على الأحداث الرياضية. تمام. بالإضافة طبعا للجهة الأساسية أو الجهة الأم هي الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. تمام، شكرا أستاذ طارق. سعادة القاضي شعبان، الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ما هي دورها، أهدافها، مدى سلطتها على مراقبة الرياضيين في التزامهم أو عدم التزامهم بتعاطي المنشطات الرياضية؟ طيب الأول قبل ما نتكلم عن دورها وسلطاتها، نتكلم عن تاريخها، أنشئت إمتى وأنشئت فين يعني وكده. الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات هي أنشئت سنة 1999 في مدينة لوزان في سويسرا، وبعد كده تم نقلها أو نقل المقر الرئيسي بتاعها في مدينة مونتريال في كندا سنة 2002. طيب سنة 2004 تم وضع الكود العالمي أو أول كود عالمي أو القانون العالمي لمكافحة المنشطات، وده طبعا الكود ده كان عبارة عن مواد أو وثيقة قانونية تنظم كل الأمور المتعلقة بمكافحة المنشطات الرياضية. والوثيقة دي وقع عليها أكثر من 700 هيئة رياضية، سواء هيئات رياضية، وكالات وطنية لمكافحة المنشطات أو اتحادات رياضية دولية.
الوكالة الدولية طبعا زي ما قال وتفضل سعادة الدكتور طارق هي المهيمنة على مراقبة وتعاطي المنشطات، وطبعا الدور الأهم والأكبر ليها تحديد قائمة. احنا قلنا إن هي إيمي شوية، إن هي كل شهر سبتمبر بتحدد القائمة اللي هي فيها المواد المحظورة والطرق المحظورة، وهذه القائمة يتم تحديثها سنويا في شهر سبتمبر. طيب كمان من أكبر أدوارها إن هي ومش دور كمان الوكالة الدولية، هي كمان الوكالات الوطنية أو المنظمات الوطنية، إن هي لازما بتدي دورات تثقيفية للرياضيين وبتوعيهم بخطورة المنشطات الرياضية. ومن ضمن أهداف كمان إحنا قلنا إن السبب الرئيسي لحظر المنشطات هو مبدأ النزاهة وتكافؤ الفرص للرياضيين، وكمان الحفاظ على صحتهم، لأن ثبت إن أغلب المواد المنشطة دي بتؤثر على الصحة العامة للرياضي. فالوكالة الدولية من ضمن دورها يعني إن هي بتراقب طبعا، أولا بتحدث برضو الكود العالمي لمكافحة المنشطات، والكود العالمي يمكن آخر تعديل احنا قلنا ان هو الكود العالمي تم وضعه في سنة 2004، وآخر تحديث ليه كان في شهر يناير 2021 للكود العالمي. وهي بتراقب عمل الوكالات الوطنية لمكافحة المنشطات، وبتساعد الوكالات الوطنية وبتساعد الهيئات الرياضية والجهات المعنية بتنظيم الأحداث الرياضية على مدى مراقبة يعني الرياضيين في عدم تعاطيهم للمواد المنشطة أو اتخاذهم لإحدى الطرق المنشطة. فطبعا دور الوكالة العالمية دور كبير جدا في موضوع المنشطات الرياضية، فده دور كبير جدا ودور عظيم. شكرا سعادة القاضي شعبان. أستاذ طارق، القاضي شعبان تطرق إلى فكرة أو موضوع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. ماذا بشأن المنظمات الوطنية لمكافحة المنشطات الرياضية؟ خلينا الأول ودوت نفرق إن طبعا أنا بس حابب أشكر المستشار شعبان قبل أي حاجة على كتابه، يعني لأن كتابه كان مرجع كبير بالنسبة لي حتى في الشغل على المستوى العام. يعني في شغلي كمحكم كان الكتاب بتاعه من الكتاب المراجع المهمة اللي اختصر فيه نقاط محددة ومركزة ممكن أي حد يرجع ليها، وبرشح الكتاب ده للجميع يعني. فحبيت أشكر المستشار شعبان على الكتاب ده تحديدا، رغم إن هو مجهوده كبير في أمور كتيرة مش الكتاب ده تحديدا. نرجع لسؤالنا، احنا لازم نفرق بين نوعين من المسابقات، في مسابقات بتكون محلية وفي مسابقات بتكون دولية. طبعا المسابقات المحلية بيغلب عليها في الدول النامية ان بيكون في تعاطي منشطات، ودي كانت مشكلة يعني ال الاتحادات الدولية او الجهات الدولية فقد السيطرة عليها. في اتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات، الاتفاقية دي بموجبها الدول المنضمة ليها أنشأت جهات وطنية، يعني أنشأت منظمات وطنية لمكافحة المنشطات على غرار اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات. يعني إحنا وليكن هنا في الكويت، أنا هتكلم عن الكويت أو مصر مثلا، في اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات، وعلى نفس ونفس الكلام في مصر. المرجع الأساسي ليهم هي اللوائح والقرارات اللي بتضعها اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات أو الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. لا يعني هم بيستمدوا كل لوائحهم وكل قراراتهم وكل التزاماتهم وكل حقوق اللاعبين وكل التزامات اللاعبين من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. دورها إيه الجهات الوطنية دي؟ ما يفرقش كتير عن دور الوكالة الدولية اللي ذكره سعادة المستشار شعبان، بس بيكون في نطاق الدولة، يعني بتشرف على المسابقات المحلية، بتشرف على اللاعبين، بتخضع اللاعبين لاختبارات منشطات من فترة لأخرى، طبعا ده مع التزامها الكامل بالقواعد اللي بتضعها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. فلا يجوز للجان الوطنية أن تخرج عن النطاق المحدد من الوكالة الدولية.
لكن لو هنتكلم عن الهدف منها، هي نفس اهداف اللي ذكرها المعالي المستشار شعبان للجنه الدوليه، ولكن في الحدود المحلي والاقليمي للدوله. ممتاز. لقياس مدى تركيز الحضور معنا، راح ننتقل لاستفتاء أو سؤال تاني بتمنى الجميع يشارك فيه. ظاهر عند الجميع هو يتم تحديد المواد والطرق المنشطة المحظورة عن طريق الوكالات الوطنية لمكافحة المنشطات، الاتحاد الرياضي الدولي، أم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. طبعا الأستاذ طارق وسعادة القاضي شعبان تطرقوا لهذا الأمر، خلينا نشوف مدى تركيز الجميع معنا بهذا الموضوع عن طريق الاستفتاء المطروح أو السؤال المطروح. خلينا نحكي تمام. النتيجة كالتالي: 6% بيحكوا عن الوكالات الوطنية لمكافحة المنشطات، 6% عن الاتحاد الرياضي الدولي، 89% الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. وفعليا الأستاذ طارق وسعادة القاضي شعبان أكدوا أنه يتم تحديد المواد والطرق المنشطة عن طريق الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. نكمل حوارنا مع سعادة القاضي شعبان لمعرفة كيفية الكشف عن تعاطي المواد المنشطة، ما هي الإجراءات للكشف عن هذا الموضوع؟ بداية أنا طبعا بشكر سعادة الدكتور طارق على كلماته الرقيقة يعني، وكنت عايز بس أسمع برضو من حضرتك السؤال تاني. السؤال كالتالي: إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المنشطة، كيف يتم الكشف عن تعاطي المواد المنشطة لدى اللاعبين الرياضيين؟ طيب مبدئيا لازم نعرف الأول الجهة المسؤولة عن الكشف عن المنشطات الرياضية. الجهة المسؤولة أو الجهات المسؤولة عن الكشف عن المنشطات الرياضية يمكن ذكرها سعادة الدكتور طارق من شوية، وهم 3: الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والوكالات المحلية أو الوطنية، أو الاتحادات الرياضية الدولية، هم 4، والجهة الرابعة اللي هي الجهة المنظمة للحدث الرياضي. تمام؟ فهم ال4 جهات دول هم المسؤولين عن مراقبة تعاطي اللاعبين للمنشطات الرياضية، أو اتخاذ أحد اللاعبين أو الرياضيين إحدى الطرق الإيه؟ المنشطة. طيب، إزاي بقى بيتم الكشف عن هذه الإيه؟ عن هذه المنشطات؟ ده مذكور تفصيلا واجراءات خطوه بخطوه في الكود العالمي لمكافحه المنشطات. ويجب على اي جهه من الجهات الاربع اللي احنا ذكرناهم من شويه، انه لازم تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في الكود العالمي لمكافحه المنشطات. وهذه الاجراءات لازم تتخذ بحذافيرها يعني زي ما هي كده. وفي يعني حتى طريقه اخذ العينه يعني، وازاي يتم اخذ العينه في وجود وعينة دماء وعينة بول، وازاي تتاخد عينة البول وازاي تتاخد عينة الدماء، وفي وجود احد الايه المسؤولين من هذه الجهات الاربع، وكمان هذه العينات ازاي يتم حفظها وازاي يتم ارسالها، والمعامل كمان اللي بيتم ارسالها في معامل معينة متحددة برضو من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، بيتم ارسال هذه العينات لهذه المعامل. ما ينفعش ان اي جهه من الجهات الاربعه اللي احنا ذكرناهم دي يرسلوا لاي معمل لتحليل هذه العينات، لا، هي معامل معينه ايه لهذه الايه المحدده من الوكاله الدوليه لمكافحه المشكلات. ده بالنسبه للاجراءات اللي بيتم بناء عليها الايه تحليل او الكشف عن تعاطي المشكلات. شكرا سعادة القاضي شعبان. أستاذ طارق، مسؤولية الرياضي عن تعاطي المواد المنشطة، هل يوجد مسؤولية عليه بحال استخدم إحدى الطرق المنشطة؟ ما هي هاي الحالات؟
ببساطة شديدة نقدر نقول إن الرياضي هو اللي مسؤول عن جسمه ومسؤول عن أي شيء يدخل لجسمه، وبالتالي المسؤولية الأساسية فيما يتعلق بالامتناع عن الحصول على المنشطات أو تعاطيها بأي صورة من الصور هو الشخص وليس النادي، وليس يعني لو بنتكلم عن لعبة جماعية لا، الشخص هو المسؤول، هو المسؤول عن ان يحافظ على عدم ان يحافظ او يمنع نفسه من تعاطي المنشطات. ولو احنا هنتكلم عن الماده الثانيه من اللائحه الدوليه، قالت صراحه ان بيكون الرياضي مسؤول، حددت اكتر من حاله منها وجود عقار محظور في عينه الدم بتاعته، وبالتالي نرجع لفكره ان هو المسؤول عن دخول العقار ده لجسمه. استخدام او محاوله استخدام ماده محظوره، رفض الخضوع لتحليل، يعني رفض الخضوع لتحليل انا هرجع اشرحها بتفصيل اكتر في النهايه مع التطبيقات القضائيه، لان انا فعليا اشتغلت على قضيه من القضايا المتعلقه برفض التحليل، وكانت يمكن اول قضيه اشتغلها فيما يتعلق بالمنشطات، وكانت من اكثر عقوبات. يعني احنا بنتكلم على لاعب كان عمره 23 سنه وتوقع له عقوبه وقف في 6 سنوات، حاولنا نخفضها، ودلوقتي نقل نزاعه للجهات الدولية. بسبب في كان أستاذ طارق إيش؟ امتناع امتناع. عن الخضوع لإجراءات التحليل. يمكن يشرح أكتر المستشار شعبان في الاستفسار الجاي أو المحور الجاي من الالتزامات اللي على اللاعب إنه يخضع في أي وقت يتم تحديده. في فترات معينة اللاعب بيكون ملتزم إن يحدد موقعه هو فين. يعني وقت ما تتصل بيه الجهة اللي خاضع لرقابتها فيما يتعلق سواء منظمة دولية أو منظمة من المنظمات المحلية، أو لازم يقول لها فين في التوقيت الفلاني، ولما يتم الانتقال ليه عشان يتم إجراء التحليل أو أخذ العينة لازم يكون متواجد في نفس المكان، ولو غير مكانه بيكون مسؤول. وبتتوقع عقوبات أشد وأكتر، يعني عقوبات قوية جدا على اللاعب اللي يمتنع. طبعا من ضمن المسؤوليات اللي بتقع على اللاعب محاولة تهريب مواد منشطة، التلاعب في بعض المواد، ويعني إضافة مواد عادية لمواد منشطة بحيث إن هي يقدر يستخدمها أثناء الندوة الرياضية أو أثناء النشاط الرياضي. في أكتر من صورة للالتزام. نستخلص منها إن الشخص أو المسؤول الأساسي عن المنشط أو عن تعاطي المنشط هو الشخص نفسه أو اللاعب نفسه. تمام، شكرا أستاذ طارق. سعادة القاضي شعبان، أستاذ طارق تطرق لموضوع أن المسؤولية تقع على اللاعب، عبء إثبات المسؤولية هل تقع أيضا على اللاعب؟ لا، هو عبء إثبات المسؤولية تقع على الجهة اللي بتراقب تعاطي المنشطات، سواء بقى زي ما احنا قلنا الوكالة الدولية أو وكالة وطنية أو اتحاد رياضي دولي أو منظمة الهيئة اللي بتنظم الحدث الرياضي، ولازما هي اللي كمان يعني يكون اثباتها لتعاطي الرياضي المنشط ده يعني اثبات دامغ وقوي، يعني مش يعني لا يعتريه شك ولا لا، يعني لازم يكون دليل قوي. دي نقطة. النقطة التانية أنا كنت عايز أضيف برضو إن في حالات كثيرة زي ما تفضل الدكتور طارق قيام مسؤولية الرياضي عن تعاطي المنشطات الرياضية، زي ما تفضل الدكتور طارق وقال إن التعاطي مجرد التعاطي أو إعطاء، يعني برضه لو رياضي أعطى رياضي آخر منشط رياضي فدي برضه تقوم مسؤوليته، أو الإتجار أو الحيازة، حتى مجرد الحيازة الرياضي لبعض المنشطات الرياضية فده في حد ذاته تقيم المسؤولية على هذا الرياضي. ففي صور كتيرة جدا من صور مسؤولية الرياضي لتعاطي المنشطات الرياضية، بس فده بالنسبة لصور إيه المسؤولية الرياضي. تمام، هذا في حالة موضوع مسؤولية الرياضي. ماذا بشأن موانع مسؤولية الرياضي عن تعاطي المنشطات الرياضية أستاذ شعبان؟ طيب، هو في مانع واحد فقط لا غير، وهو اسمه المانع الطبي. طبعا احنا عارفين، يمكن احنا في تعريفنا للمواد المنشطة قلنا ان هي مواد طبيعية
أو غير طبيعية تعطى للرياضي وتعطي له أفضلية جسدية أو ذهنية أو نفسية على غيره من المتمرنين. طيب المواد دي قد تكون زي ما تفضل الدكتور طارق وقال إنها قد تكون عقاقير، يعني أدوية. طيب في حالة وجود رياضي أصيب بمرض معين وكان يتطلب لعلاج هذا الداء أو المرض إنه يأخذ علاج معين يدخل من ضمن قائمة المنشطات الرياضية اللي هي بتعدها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. ففي هذه الحالة الوحيدة هي الحالة الوحيدة اللي تمنع مسؤولية الرياضي عن تعاطيه للمنشطات الرياضية. بس ليه شروط الكلام ده؟ إن لازم ياخد رخصة بهذه المنشطات اللي يتعاطاها، والرخصة دي يكون أخذها من إحدى الوكالات الوطنية، يعني الوكالة الوطنية الخاصة بيه، يعني لو هو لاعب مصري أو رياضي مصري ياخد الرخصة دي من الوكالة الوطنية أو المنظمة الوطنية اللي هي النادو، المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات. فلازم يتقدم بهذه للحصول على هذه الرخصة قبل أن يتعاطى هذه المواد المنشطة. وطبعا النادو أو المنظمة الدولية بتعرضه على لجنة طبية، واللجنة الطبية بتشوف أوراق علاجه وبتكشف عليه وبتشوف هل فعلا المرض هل هو مصاب بمرض فعلا أو لا، أو بحالة مرضية ولا لا، وهل هذا المرض يتطلب لعلاجه تعاطي بعض المنشطات ولا في أدوية تانية بديلة بعيدة عن قائمة المنشطات. ولو لقت اللجنة الطبية دي إن لازم ياخد بعض المواد المحظورة، المنشطة المحظورة، فالوكالة الوطنية بتديله شهادة أو رخصة بإنه يتعاطى هذه الإيه؟ المنشطات أو المواد المحظورة. وطبعا الشهادة أو الرخصة دي بتعطى طبعا بصفة مؤقتة، بتكون لمدة محددة والمواد وعقاقير محددة بس. فده كل القصة يعني. شكرا سعادة القاضي شعبان. أستاذ طارق، ثبوت المسؤولية على اللاعب الرياضي بتعاطي المنشطات الرياضية يستتبع وجود عقوبات. ما هي العقوبات التي يتم فرضها على اللاعب في حال تعاطي المنشطات الرياضية؟ في أكتر من نوع للعقوبات، يعني في عقوبات بتوقع على الفرق وفي عقوبات توقع على اللاعبين بمفردهم. هنتكلم عن حالة متداولة في مصر حاليا لأحد اللاعبين، يمكن متداول الخبر بتاعه بشكل كبير، هنشرحها بعد ما نقول إيه هي العقوبات تحديدا. حددت طبعا الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أكتر من عقوبة بأكتر من صورة، هنتكلم عن بعض منها. طبعا في عقوبات تأديبية. العقوبات التأديبية دي اللي بيتم توقيعها على اللاعبين في حال ثبوت تعاطي المنشط أو في حال الامتناع عن توقيع الكشف الطبي عليه أو عدم التزامه بأي قاعدة من قواعد وكالة مكافحة المنشطات. لو هنتكلم عن الكويت مثلا، في طبعا لائحة مستقاة بالكامل من لائحة وكالة مكافحة المنشطات الدولية، وموجودة ومتعارف عليها وبيتم تدريب الناس عليها وبيتم توعية اللاعبين بها. طبعا في مصر كمان المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، كذلك الإمارات، كذلك كل الدول تقريبا المنضمة للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات. من العقوبات التأديبية دي بني يكون أحيانا الوقف لمدة معينة، أو توصل للعقوبات لثلاث وأربع سنين وخمس سنين. في لاعبين بيتم وقفهم نهائيا بعد لو اتكرر الموضوع أكتر من مرة، بيتم وقفهم نهائيا. وأعتقد يمكن من الحالات اللي معروفة، مش حاضر ذهني 100%، بس أعتقد مارادونا تم وقفه نهائيا بسبب تعاطي المنشطات أكتر من مرة، أو ثبوت تعاطي المنشطات أكتر من مرة. فالعقوبات التأديبية بتتعلق بالوقف لو إحنا بنتكلم على لاعب معين، وحرمانه من وإلغاء النتائج لو بنتكلم على مباراة فردية أو لعبة فردية. طبعا في عقوبات بتتوقع على الفرق بالكامل، لأن في سؤال من الأسئلة هنا بيقول هل بيتم توقيع على الفريق بالكامل؟ بتوصل طبعا لإلغاء نتائج المباريات، يعني في عقوبة بيتم توقيعها على اللاعب وفي عقوبة بيتم توقيعها على الفريق.
لاعب كان او اتنين لعيبه متعاطين منشطات. طبعا بيتم، هي الطريقه اللي بيتم اثبات بيها كشف المنشطات ايه؟ اللجنه الدوليه دايما، اللجان الوطنيه او الجهات الوطنيه بتكون موجوده في المباريات. بعد انتهاء المباراه بتختار واحد او اثنين او ثلاثه لاعبين بشكل عشوائي، ودايما بيكون اللعيب اللي نشاطه زايد في الملعب او محقق نتيجه، او لو بنتكلم على كره قدم مثلا اللعبه الشعبيه الدارجه للكل، بنتكلم عن اللعيبه اللي بتحقق نتائج، اللاعب اللي بيجري فترات طويله، اللاعب اللي بيحرز اهداف ويرجع، فبتكون دايما عين لعيب، عين اللجان عليه. بعد المباراه بيتم استدعائه وبيتم توقيع التحليل عليه، ولو ثبت ان هو متعاطي منشطات وهو تسبب في نتيجه ايجابيه للفريق، ممكن توصل الامور لالغاء النتيجه واعتبار الفريق خاسر بالمناسبه. يعني لو حققت نتيجه وفزت، لا ممكن يتم الغاء النتيجه ويعتبر الفريق خاسر. طبعا بالاضافه للعقوبه اللي بيتم توقيعها على اللاعب نفسه، دي تكون عقوبه الوقف مده، في بتكون لمده طويله، طبعا بتبدا 6 شهور، سنه، سنتين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، لحد زي ما قلنا الوقف النهائي. طيب العقوبات اللي تقع على الفرق: الغاء النتائج، خساره المباراه لو في مباراه حققوا فيها نتيجه، اكتر من صوره برضو من العقوبات اللي بيتم توقيعها. طيب لو احنا بنتكلم عن لعيب متعاقد مع نادي، والنادي ده ثبت ان اللاعب بيتعاقد منشط بيتعاطى منشطات، يقدر النادي يوقع عقوبات، ودي اسمها العقوبات التعاقديه. انا اقدر كنادي لو ثبت ان اللاعب بتاعي مخالف وتعاطى منشطات، اقدر ان انا اوقع عليه عقوبة مخالفة القواعد بتاعتي. لو هنتكلم بقى على العقوبات الجنائية، بس تعرف مفيش حاجة. بخصوص هاي النقطة، هل يمكن أن يقع على اللاعب الواحد أكثر من عقوبة بمعنى ايه من اكتر من أكثر من عقوبة؟ جهة؟ يعني لا من احنا أكثر خلينا من نفرق جهة؟ بين حالتين برضو، خلينا نفرق بين حالتين. انا لما بتكلم عن العقوبة التعاقدية، انا ما وصلتش لمرحلة طبعا بالمناسبة انت عايزة تقولي لي ان النادي يقدر يوقع عليه عقوبة واللجنة تقدر صحيح توقع عليه عقوبة. طيب صحيح، خلينا نفرق بين الضرر، في حاجة هنا، النادي اللي تعاقد مع اللاعب أصابه ضرر من خطأ اللاعب، أنا كنادي قمت بدوري بالتوعية وتعاقدت مع اللاعب ووضحت له إن تعاطي المادة دي مخالف. طيب اللاعب ما التزمش بالعقد بتاعي، هنا خالف العقد، فدي هنا هتبقى عقوبة تعاقدية. تمام. طب في لائحة اللي هي لائحة مكافحة المنشطات، هو خالف لائحة مكافحة المنشطات، هل أنا كنادي بوقع عليه وفقا للائحة؟ بيتم توقيع عليه العقوبة وفقا للائحة المنشطات من قبل الجهة المختصة اللي اكتشفت النشاط ده. لكن طب الجهة دي ما اكتشفتش، مين اللي يقدر يوقع عليه مباشرة؟ النادي. طب هنا الجهة دي اكتشفت وتم توقيع عليه عقوبة وهو تسبب في ضرر للنادي، يقدر النادي يوقع عليه وفقا للعقد المبرم معه. يعني يقدر يتم توقيع، هم مش جهة، هم فعليا مش جهتين، بس هي العقوبتين مختلفتين او طريقه العقوبات مختلفه. طبعا لو هنتكلم على العقوبات الجزائيه او الجنائيه زي ما ولو بيسمى ما في ضرر، عندنا، رح نسمح بالمداخلات آخر تمام نصف ساعة لو سمحتوا، بس يعني أي حدا عنده مداخلة أو سؤال يكتبه، ورح يتم طرح جميع الأسئلة على ضيوفنا في نهاية المحاور الأساسية. تفضل تمام أستاذ. بحث. في طبعا العقوبات الجنائية، لو احنا هنتكلم عن القانون الجزائي او القانون الجنائي، العقوبات الجنائية مش موجودة او مش دارجة في اللوائح الخاصة بمكافحة المنشطات، لكن طبعا اذا كان في مواد مخدرة او بتخضع لاحكام قانون الجزاء، لو انا بتكلم عن الكويت، لو انا بتكلم عن مصر بتخضع للقانون الجنائي، لو انا بتكلم عن الامارات بتخضع عن قانون الجزاء، لو انا بتكلم عن فلسطين بتخضع لاحكام قوانين الجزاء، طبعا تخرج عن نطاق الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. تمام، شكرا أستاذ طارق. سعادة القاضي شعبان، هل يختلف الأمر في مصر عن الكويت بخصوص موضوع العقوبات؟ لا هو زي ما تفضل الدكتور طارق كده، ان العقوبات على تعاطي المنشطات الرياضية بتنقسم الى 3 انواع. النوع الأول العقوبات التأديبية، والعقوبات التأديبية دي قد توقع على الرياضي نفسه أو الفريق المنتمي إليه أو المنتخب المنتمي إليه على حسب. والعقوبات التأديبية دي قد تصل، يعني قد تكون مثلا غرامة، يعني أو قد تكون خصم من النقاط، أو قد تكون يعني لو عقوبة تأديبية ضد فريق إنه خسارة مباريات،
او قد تصل الى عدم الاهليه. يعني عدم الاهليه بالنسبه للاعب او الرياضي ده يعني وقفه، معناه وقفه، يعني وقف هذا اللاعب. وقد تصل الى شطب اللاعب. يمكن كان في دراج شهير اسمه ارمسترونج على ما اتذكر، وده كان واخد بطولة فرنسا السبعة، بطولات فرنسا السبعة في الدراجات، وده طبعا سحبت منه هذه البطولات بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات، وفي نفس الوقت يعني عوقب بأن هو تم شطبه، يعني ما بيمارس هذه الرياضة بعد كده يعني. فيعني قد تصل إلى إيه؟ عدم الأهلية النهائية، يعني عدم أهلية اللاعب النهائية أو الرياضة النهائية لممارسة الرياضة، يعني شاب بهذا اللاعب. ويمكن برضو زي ما تفضل دكتور طارق وقال إن مارادونا في نهائي كأس العالم سنة 94 اللي كانت في أمريكا، لما ساب تعاطي المنشطات وساعتها خد إيقاف تقريبا 18 شهر على ما أتذكر، يعني ففي نماذج كتيرة جدا للعقوبات التأديبية. طيب بالنسبة للعقوبات بقى، ايه النوع التاني؟ احنا قلنا عقوبات تأديبية، النوع التاني عقوبات تعاقدية زي ما تفضل الدكتور طارق. العقوبات التعاقدية يمكن أبسط مثال ليها الرعاية، عقد الرعاية. يمكن احنا كل شوية مثلا هنا في مصر يعلن، عفوا، لا سيما يعني قبل الدورات الأولمبية يطلع السيد وزير الرياضة المصري ويعمل مؤتمر صحفي لبعض الشركات إنها تتعاقد مع بعض الرياضيين الأولمبيين المصريين إن هم ترعاهم، عشان إيه؟ تعمل معاهم عقود رعاية عشان يلعبوا في الأولمبيات القادمة. طيب كان في برضه واقعة شهيرة، برضه كان أحد اللاعبين تقريبا في ألعاب القوى أو السهم والرمح، ده برضه كان واخد بطل العالم، وكان أحد الشركات التجارية كانت عاملة عقد رعاية معاه، ولما ثبت تعطيل المنشطات وحرم من تمثيل مصر في الأولمبياد واتحرم من الأولمبياد قبلها بكام يوم، فعلى طول الشركة فسخت الايه التعاقد معاه. ودايما في شركات الرعاية، في عقود الرعاية بيبقى فيه بند، دايما بيبقى زي بند نموذجي كده بيقول ان لو ثبت تعاطي الرياضي للمنشطات فمن حق الشركة الراعية ان تفسخ هذا الايه العقد الرعاية. كمان زي ما تفضل الدكتور طارق وقال ان العقود برضو الاحتراف، يعني من حق برضو الفريق او ان هو يضع شرط في العقد بتاعه انه لو ثبت تعاطي للرياضي او اللاعب للمنشطات انه يتم فسخ هذا العقد، عقد الاحتراف او عقد ال اه وده ده كان ممكن كاد هذا الفريق قد يضع كمان شرط جزائي، لان كده اللاعب هيحرم، يعني قد يحرم هذا الفريق من خدمات اللاعب بتاعه بناء على هذه العقوبات. طيب العقوبة، النوع الثالث من العقوبات، احنا قلنا عقوبات تأديبية، عقوبات تعاقدية. النوع الثالث العقوبات الجنائية. قانون الرياضة المصري ل 71 سنة 17 2017 نص في المادة 31 منه والمادة 32 على حظر المنشطات الرياضية، لكن لم حظرها من على الرياضيين، لكن لم يجرم هذه المنشطات. فيبقى إذن احنا عندنا في مصر المنشطات غير مجرمة، لكن في بعض المنشطات زي المخدرات، مخدر الحشيش مثلا او الهيروين او الكوكايين، ما دي من ضمن المنشطات اللي هي موجودة في القائمة بتاعة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. هذه المخدرات دي مجرمة وفقا لقانون المخدرات اللي هو المصري اللي صدر سنة 1960. فيبقى إذن قد نجد برضو لبعض المنشطات عقوبات جنائية زي المخدرات، المواد المخدرة نجد. وبالنسبة للإجابة على سؤال حضرتك، ممكن يوقع عليه أكتر من عقوبة؟ آه ممكن يوقع عليه أكتر من عقوبة، ممكن يوقع عليه عقوبة تأديبية عادي جدا، ويوقع عليه عقوبة تعاقدية بفسخ العقد معه، ويوقع عليه عقوبة جنائية لو كان بيتعاطى مخدرات، مخدر، فده مفيش ما يمنع من هذا.
تحياتي. شكرا استاذ القاضي شعبان. استاذ طارق، بصفتك محكم في مجال النزاعات الرياضية، ما هي أهم النزاعات التي يتم إحالتها لموضوع التحكيم والمتعلقة بالمنشطات الرياضية؟ هي نزاعات المنشطات مش نزاعات متشعبة، يعني هي دايما نزاعات واضحة وفي اتجاه واحد. ببساطة شديدة، لما بيتم توقيع الكشف الطبي على اللاعب أو يثبت تعطيل المنشطات، دائما بيتم الطعن. أنا هتكلم دلوقتي عن العقوبات اللي بيتم توقيعها من الجهات الوطنية أو لجنة مكافحة المنشطات الدولية. بيتم الطعن على القرار، بيثبت تعطيل، بيحضر أمام اللجنة وبيبدأ أقواله. في لجان مشكلة داخل اللجنة الدولية أو اللجان الوطنية، يعني في لجان داخلية مشكلة، سواء لجنة لنظر النزاع أو لجنة لنظر الاستئناف، بيحضر ويبدأ أقواله وبيقدم مبرراته في حال ثبوت تعاطي المنشطات، ومن حقه إن هو يطلب إعادة الفحص طبي. وطبعا زي ما قال المستشار شعبان في بداية الحديث، ان مش كل الجهات معتمدة او مش كل المعامل معتمدة لفحص العينات متعلقة بالمنشطات. يعني مثلا لو هنتكلم عن الكويت هنا، لا، في معمل في قطر هو اللي معتمد، فالعينات بتطلع من الكويت بتروح قطر، بيتم فحصها وبترجع مرة اخرى تاني للكويت. ده المعمل المعتمد من اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات. فمش كل الاماكن نقدر نعتمد التحاليل النشاط تحليل المنشطات فيها. فيما يتعلق بالمنازعة وشكلها، دايما لما بيتم توقيع الكشف الطبي او بيثبت تعاطي المنشطات، بيتم استدعاء اللاعب وبيقدم دفاعه امام اللجنة المختصة، وبيصدر طبعا طالما ثبت وما اثبتش ان هو غير مسؤول، زي ما وضح معالي المستشار شعبان مسؤولية اللاعب، بتكون الجهة الرياضية اللي قامت بالفحص هي المسؤولة عن ثبوت المنشط او ثبوت تعاطي المنشط. وثبوت تعاطي المنشط بيكون بطريق واحد، غالبا هو الطريق المتعلق بالفحص الطبي، الا اذا كان في شكل تاني، يعني الا اذا كان في شكل تاني اللي هو تم ضبط معاه مثلا لسبب من الاسباب، ثبت معاه وجود تعاطي منشط، او ثبت معاه وجود منشطات معاه اثناء مباراة او امر من الامور يعني. لكن الطريقة الاساسية ان بيتم اجراء فحص طبي، وبعد الفحص الطبي بتثبت على اللاعب تعاطي المنشطات، وبعدين بيتم استدعائه ومناقشته، ويقدر يقدم دفاعه. وبعد ما بيقدم دفاعه، لو ثبت للجنة مسؤولية اللاعب، بيتم إصدار عقوبة ضده، وبعدها بيذهب بقدام أمام مدة للجنة الاستئناف، ولجنة الاستئناف بتنظر الطلبة. أنا بتكلم على الاتحادات الوطنية أو اللجان الوطنية، بيثبت في الحالة دي تعطيه، بيتقدم لجنة الاستئناف، ولجنة الاستئناف من حقها إن هي تتخذ القرار المناسب في ضوء اللائحة المحددة. طبعا في خطوة أخيرة احنا هنذكرها لما نتكلم عن التحكيم. أنا مش بحاول أسبق الأحداث أو أسبق المحاور. في خطوة هنذكرها اللي هي الطعن على قرارات اللجنة أمام الجهات التحكيم المختصة، دي هنذكرها مع المحور قبل الأخير إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا أستاذ طارق. سعادة القاضي شعبان، موضوع التحكيم ودوره في نزاعات المتعلقة بالمنشطات الرياضية. طيب، هو زي ما تفضل الدكتور طارق كده وقال ان هي الاول بتبدا مش بتبدا بتحكيم. هو دايما التحكيم بيكون خطوه تاليه او بعد توقيع العقوبه يعني، لكن هي الخطوه الاولى بتبقى عن طريق لجان التاديب في الوكالات الوطنيه. يعني كل وكاله وطنيه لمكافحه المنشطات بيبقى فيها لجنه اسمها لجنه التاديب، ولجنة التأديب دي هي اللي بتطبق القانون العالمي أو الكود العالمي لمكافحة المنشطات، وبتوقع العقوبة اللي استحقها اللاعب وفقا للي ثبت ضده. تمام، سواء بقى عقوبة، أنا بتكلم عن العقوبة التأديبية طبعا، سواء بقى غرامة أو إيقاف أو على حسب. وفي كمان بعد كده زي ما اتفضل الدكتور طارق، في لجنة اسمها لجنة التظلمات أو لجنة الاستئناف، هي اللي بتنظر برضو داخل الوكالة الوطنية، بتنظر الطعن على القرارات الصادرة من اللجان التأديبية،
بعد كده بقى ندخل في مرحلة التحكيم بقى، اللي هو إيه التحكيم بقى، عن طريق بقى المراكز الوطنية أو محكمة التحكيم الرياضية اللي هي الكاس. بس ده بالنسبة لموضوع التحكيم. فالتحكيم دي خطوة يعني تالية على توقيع العقوبة، بيلجأ لها الرياضي على أساس إن هو إيه يكون تظلم من إيه؟ يتظلم من القرار التأديبي الصادر ضده من الوكالة الوطنية. شكرا سعادة القاضي شعبان. أستاذ طارق، هل يوجد مؤسسات تحكيمية مختصة في نظر وتسوية النزاعات المتعلقة بالمنشطات الرياضية؟ هي الجهات الرياضية ما فيش جهات خاصة بتنظر مؤسسات النزاعات تحكيمية؟ المتعلقة، ما فيش مؤسسات تحكيمية خاصة. طبعا احنا عارفين ان في مؤسسات تحكيمية خاصة، وفي مؤسسات تحكيمية اللي هي شبه حكومية اللي بتتعلق الصادرة بناء على قانون او نظام. انا لو هتكلم مثلا عن الكويت هنا او هتكلم عن مصر، هنتكلم عن مركز التسوية والتحكيم المصري. يعني طبعا في مشكلة حاليا في مركز التسوية والتحكيم المصري، فهتكلم عن الهيئة الوطنية للتحكيم في الكويت. الهيئة الوطنية للتحكيم في الكويت هي المختصة بموجب قانون. الأول هبدأ أقول إن اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات صدرت بموجب قانون، ونص القانون بتاعها على إن القرارات الصادرة من اللجنة من لجنة اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات بيتم الطعن عليها أمام هيئة التحكيم أعتقد خلال 21 يوم أو 20 يوم. وبالتالي الجهة المنوط بها نظر المنازعات المتعلقة بالطعن على قرارات اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات هي الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. مش هنقدر نخرج منازعات المنشطات الرياضية عن منازعات النشاط الرياضي. يعني هي فكرة المنشطات هي جزء من المنازعات الرياضية، صورة من الصور. فمش هنقدر نخرجها عن النطاق ده، وبالتالي الجهة المختصة دايما بنظر المنازعات المتعلقة بالمنشطات الرياضية هي نفس الجهة اللي بتنظر النزاعات الرياضية بموجب قانون الرياضة، سواء قانون الرياضة المصري أو قانون الرياضة الكويتي أو قانون الرياضة في الإمارات أو في معظم الدول العربية. يعني الجهة المنوطة هي الهيئة الوطنية للتحكيم، وبيتم الطعن على قرارها. وفي مرحلة تاني فيما بعد بتكون محكمة الكاس. طبعا لو القرار صادر من اللجنة الدولية حد ذاتها بيتم الطعن على قرارها مباشرة. طبعا داخليا في لجنة تأديبية في البداية، وفي لجنة استئناف، وبعدين بيتم الخروج لمحكمة الكاس. لو احنا بنتكلم انا كلاعب محلي ولجنه وطنيه هي اللي نظرت النزاع بتاعي، بروح للهيئه الوطنيه للتحكيم وبطعن على قرار الهيئه الوطنيه للتحكيم امام محكمه الكاس. تمام، شكرا أستاذ طارق. سعادة القاضي شعبان، تطرق الأستاذ طارق إلى محكمة التحكيم الرياضية كاس. نبدأ عن محكمة التحكيم الرياضية، ما هي هذه المحكمة؟ محكمة التحكيم الرياضية كاس هي محكمة طبعا أنشأتها اللجنة الأولمبية الدولية سنة 1984، وكان صاحب الفكرة كان سامرانش، وده كان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية من سنة 1981. ولما انتخب فجات له كده فكرة إن هو يعمل جهاز قضائي يكون مختص بنظر المنازعات الرياضية الدولية. وكلف قاضي كان عضو في اللجنة الأولمبية الدولية، قاضي سنغالي بالمناسبة أفريقي اسمه كيبان بي. فكلف كيبان بي ده إن هو يعمل يترأس لجنة معاه، ويعملوا كده مشروع لجهاز قضائي لنظر المنازعات الرياضية الدولية. المهم فكيبان بي قعد اللي هو القاضي السنغالي قعد كده وهو اللجنة، وعملوا مشروع النظام الأساسي لمحكمة التحكيم الرياضية، ودخل حيز النفاذ في سنة 1984. وكان أول رئيس لمحكمة التحكيم الرياضية هو السنغالي كيبان بي. المحكمة الفيدرالية طبعا هو مقر محكمة التحكيم الرياضية في لوزان في سويسرا، والمحكمة الفيدرالية السويسرية اعترفت بها سنة 1994. طيب محكمة التحكيم الرياضية اختصارا كده بتتشكل من غرفتين، غرفة المنازعات المبتدئة وغرفة الاستئناف.
طيب ايه الفرق بقى؟ غرفة الاستئناف هي اللي بتنظر التظلم او الطعن في القرارات النهائية الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية. تمام. اما الغرفة المبتدئة بتنظر المنازعات اللي هي فيها شرط او مشروط التحكيم، يعني لو في عقد رياضي فيه شرط او مشروط التحكيم، وهذا الشرط جعل الاختصاص لنظر المنازعة الخاص بهذا العقد إلى محكمة التحكيم الرياضية، فبتروح غرفة الإيه التحكيم الابتدائية. طيب ده باختصار محكمة التحكيم الإيه الرياضية. محكمة التحكيم الرياضية كمان في الأحداث الرياضية الكبرى بترسل، هي طبعا إحنا قلنا مقرها في لوزان في سويسرا، ولها مكتبين أحدهما في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، والثاني في مدينة سيدني في استراليا. طيب بالإضافة لكده إن في كل الأحداث الرياضية الكبرى بترسل هيئة أو اتنين أو يعني إيه من الهيئات التحكيمية إلى الأحداث الرياضية الكبرى، زي إيه دورة الألعاب الأولمبية أو كأس العالم لكرة القدم، الأحداث الرياضية الكبرى. وعلى فكرة هي أعتقد يعني إن هذه الهيئات التحكيمية اللي بتروح من محكمة الكاس للمنازعات الطارئة في الأحداث الرياضية الكبرى تكون متعلقة بالمنشطات، لأن دايما المنازعات الطارئة هتبقى حاجة متعلقة بالمنشطات. فده بالنسبة لمحكمة التحكيم الرياضية. زي ما برضو ما تفضل الدكتور طارق إن محكمة التحكيم الرياضية بتختص بنظر التظلم أو الطعن على القرارات الصادرة من المحاكم من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، أو القرارات الصادرة من مراكز التحكيم الوطنية خاصة برضه بمكافحة المنشطات. ده لو إن الأنظمة الأساسية في هذه المراكز جعلت أو أجازت الطعن على هذه القرارات أمام محكمة التحكيم الرياضية. ده باختصار عن محكمة التحكيم الرياضية. شكرا سعادة القاضي شعبان. أستاذ طارق، ننتقل للواقع العملي والتطبيقي، تطبيق عملي فعليا حول موضوع التحكيم في نزاعات متعلقة بالمنشطات الرياضية من خبرتك العملية. واقع أو قضية تحكيم. المايك مسكر بس أستاذ. عفوا، هتكلم طبعا عن، يعني هتكلم، هحاول اطرح موضوع كان عمليا قدامي واشتغلته فعليا للاعبة كان سنها 24 سنة. في حالتين بس، يعني هتكلم هبدأ باللاعبة دي. في البداية اللاعبة دي كان سنها 24 سنة وكانت بتلعب تنس وبطولة محلية بسيطة جدا، و اثناء المباراه هي ما كانتش فايزه بالمناسبه، يعني ما كانتش فايزه بعد انتهاء المباراه. كانت موجوده لجنه من اللجنه الكويتيه لمكافحه المنشطات، هو طبعا بيسموهم الضباط المسؤولين عن اجراء الفحص، وطلبت منها اجراء الفحص. اللعبه للاسف رفضت اجراء الفحص. طبعا هي ذكرت بعض المبررات هطرحها دلوقتي، بس انا هتكلم عن الواقعة بشكل اكبر. حاولوا يتكلموا معاها الضباط المسؤولين عن اجراء الفحص، رفضت تماما ورفضت الخضوع لاجراء الفحص. وفي نفس السياق خدوا اللاعبة التانية قبلت وفحصت النتائج. بعد فترة طبعا بدأوا يخاطبوا اللاعبة دي وأحالوها للتأديب في اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات، وتم توقيع عليها عقوبة 4 سنوات حرمان من ممارسة النشاط. يعني تقريبا هي كان سنها 26 سنة أو 25 سنة ونص، يعني تنتهي العقوبة وهي عندها 30 سنة، يعني تقريبا مستقبلها الرياضي ضاع بالكامل. عشان أقدر أغيب 4 سنين وأرجع ألعب تاني، ده موضوع صعب جدا. حاولت توضح مبرراتها لجنة التأديب، وعرضت الموضوع على لجنة الاستئناف اللي هي مشكلة داخل اللجنة للطعن على قرارات لجنة التأديب، لكن للأسف تم رفض القرار، تم رفض الطعن بتاعها وتم تأييد العقوبة من قبل لجنة الاستئناف. الغريب إن لما حاولنا يعني نشرح للجنة الاستئناف أهمية العقوبة وحجمها وضررها على مستقبل اللاعبة من وجهة نظرنا بما لا يتوازن مع فعلها، يعني اللجنة أفصحت أو
يعني بعض اعضاء اللجنه قالوا ان احنا العقوبات اللي احنا بنوقعها بالشكل ده هي عقوبات بسيطه، ولما تم توقيع عقوبات اقل من كده على لاعبين تم لومهم من قبل الجهه الام، الجهه الدوليه، اللجنه الدوليه لمكافحه المنشطات. فتم توقيع عليها عقوبه 4 سنين للاسف، وتم تأييد ده من لجنه الاستئناف، فاضطرت ان هي تلجأ للهيئه الوطنيه للتحكيم للطعن على القرار، ودي المرحله اللي هي ما قبل محكمه الكاس. لأن يعني طبعا بموجب قانون تم إنشاء اللجنة الدولية اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات، ونص القانون على أن يتم الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة أمام الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. وتم الطعن على القرار وتقدمت بمبرراتها، ولكن للأسف شيء الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي واللجنة المشكلة في نظر النزاع رفضت الطلب، وتم تأييد العقوبة عليها، ولم يصبح أمامها طريق إلا الطعن على قرار الهيئة الوطنية للتحكيم أمام محكمة التحكيم الرياضي. هبدأ أستعرض بس بعض التفاصيل أكتر المتعلقة بالمبررات عشان نشوف إحنا إيه اللي ممكن يسبب لنا مشكلة كلاعب أو يسبب لأي لاعب مشكلة. اللاعبة دي دايماً الجهة المسؤولة عن الفحص بالتنسيق مع الجهة المنظمة دايماً بتكون مجهزة مكان للفحص. لازم. والمكان ده يكون مجهز طبعا بطريقه جيده، بطريقه مناسبه، في مواصفات معينه موجوده في اللوائح الخاصه باللجنه الدوليه لمكافحه المنشطات بتحدد المكان يكون شكله ايه، مستوى النظافه فيه، مستوى الامان فيه، طبعا مستوى عدم نقل العدوى. من المبررات اللي ذكرتها اللاعبه ان عفوا الحمامات اللي كان هيتم اجراء فيها الفحص ما كانتش جاهزه وما كانتش نظيفه بالشكل الكافي، وبالتالي هي لم تستطيع الدخول ليها. في ذات السياق او في نفس الوقت اللي نفى المبرر ده ان في لاعبه فعلا دخلت واجرت الفحص الطبي، فده نفى المبرر بتاعها. تمسكت اللاعبه ان عندها ظرف، يعني ظرف خاص، وده بيمنعها من اجراء التحليل، لكن للاسف القواعد الخاصه باللجنه الدوليه لمكافحه المنشطات ما بتقولش ان الظرف ده او الظرف اللي بيجي للسيدات ده مانع من اجراء التحليل، ومع ذلك ولذلك تم رفض طلبها سواء من لجنة التأديب أو من لجنة الاستئناف أو الهيئة الوطنية للتحكيم الدولي، من الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي. طيب نوصل نستنتج إيه من الواقعة دي تحديدا؟ إن أنا كلاعب أفضل إن أنا أخضع للفحوصات، تمام، حتى لو أنا شاكك إن أنا عندي مشكلة، من إني أمتنع عن إجراء الفحص. من الحالات اللي واجهتني حالة تانية بس اشتغلتها كمحامي، حالة لأحد اللاعبين، اللاعب تعاطى منشطات بشكل أو بآخر مع عقار يعني مع عقار طبي، لكن أخذ المنشط ده أو العقار ده أخذه كنوع من العلاج، بس أخذه بشكل لا يتناسب مع ما تم وصفه له من الدكتور، فثبت في جسمه إنه منشط. فلما جه يعرض الموضوع أمام الجهة المختصة قالت له لا، أنت كان المفترض تاخده بجرعات معينة، الجرعات دي بتؤكد إن أنت متعمد إن أنت تاخده، الجرعات الزيادة بتؤكد إن أنت متعمد إن أنت تاخده كمنشط. أنصفته مش اللجان الدولية، أنصفته المحكمة الدولية، محكمة الكاس. يعني محكمة الكاس كان محكوم عليه بعقوبة تقريبًا 2 أو 4 سنين على ما أذكر، وتم تخفيض العقوبة ل6 شهور. فخلال ما طعن أو خلال مراحل المحكمة والهيئة كان الموضوع بالنسبة له انتهى. على مصادر قرار هيئه محكمه الكاس كان القرار انتهى. فنستفيد من القضيه دي تحديدا ان انا لما اكون لاعب افضل ان انا اخضع للفحص من ان انا اهرب منه. لما اخضع للفحص بيكون عندي مبررات اكتر، لكن هروبي من الفحص بيثبت بشكل، وفي نص صريح، يعني في هتلاقي داخل اللوائح الوطنيه او اللائحه الدوليه المتعلقه بمكافحه المنشطات هتلاقي في نص خاص بعقوبه اللاعب، وعقوبه محدده ب4 سنوات في حال امتناعه عن اجراء الفحص الطبي، العقوبه موجوده وبيتم توقيعها على اللاعب وما بيكونش عنده المبررات الكافيه لامتناعه عن اجراء التحليل. دول واقعتين عمليتين فعليا. شكرا أستاذ طارق، يعني التطبيق العملي دائما يوضح العديد من الأمور. سعادة القاضي شعبان، بصفتك محكم أيضا، بصفتك قاضي ومدرب، هل من تطبيقات عملية قضاء عملية أو قضائية على هذا الموضوع؟
الحقيقة لا، ما اشتغلتش أنا في من الناحية العملية في المنشطات، تمام، وما جاتش قدامي كمحكم في مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، ما جاتش قدامي قضية منشطات، ويمكن المركز كله ما جاش محكمش في أي قضية منشطات خالص في مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري. دي نقطة. النقطة التانية، لأن خد بال برضو حضرتك من ضمن اللائحة بتاعت الوكالة أو المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إنه تضع يعني الخيار في يد الرياضي أو اللاعب إن هو قد يلجأ إلى مركز التحكيم الرياضي المصري أو الكاس أو محكمة التحكيم الرياضي. فمحدش جه عندنا في مركز التحكيم الرياضي. لكن أنا لو اتكلمت هتكلم عن الحاجات اللي هي كانت مشهورة، يمكن أنا اتكلمت على بعضها من شوية، زي واقعة مارادونا، أرمسترونج ده اللي هو الدراج المشهور، وفي برضه لاعبة تنس مشهورة كانت شقراء، بس أنا مش فاكر اسمها، أنا فاكر إنها شقراء فقط يعني. وكان في برضه على المستوى المصري كان في كرم جابر، ده لاعب مصارعة أولمبي محترف مصري، ده كان واخد يعني ذهبية الأولمبياد ورفض إن هو بعد يعني بعد ما خد الذهبية يعني بفترة، يعني بعدها بفترة رفض خضوعه للتحليل المنشطات مرتين، طلب وما راحش، فوقع عليه إيقاف لمدة سنتين. هذه كانت من ضمن الحاجات الشهيرة، حتى حرم من المشاركة في إحدى البطولات الأولمبية يعني. ففي طبعا وقائع منشطات كتير جدا، وأنا يمكن ذكرت من شوية إن من أكبر القضايا يمكن في محكمة الكاس المنشطات، لأن طبعا المنشطات دي فيها منازعات كثيرة جدا على مستوى العالم، وكل الرياضيين بيبقوا يعني عايزين يفوزوا بصرف النظر عن هدفهم ايه في الفوز. هل هو هدفهم المال زي بطولات مثلا التنس؟ بطولات التنس مثلا فيها مبالغ مالية كجوائز للبطولات التنس، أو مجد رياضي. حتى في بعض الدول تورطت في المنشطات، كان في برضه واقعة شهيرة في سنة 2000 تورط فيها بعض المسؤولين من ألمانيا الشرقية، إن هم في موضوع برضه إن هم في موضوع المنشطات، هم كانوا مسؤولين وكانوا عايزين الفرق بتاعتهم في الأولمبياد يعني تاخد مراكز متقدمة عشان رفع العلم وكده. فكان في حتى واقعة شهيرة بالنسبة لبعض الدول، يعني تورط بعض الدول في هذه النشاطات. بس ده اللي أنا أقدر أقوله يعني. شكرا سعادة القاضي شعبان، شكرا أستاذ طارق. طبعا إحنا هيك تقريبا غطينا جميع المحاور اللازمة في هذه الجلسة الحوارية. رح نفتح المجال لأي مداخلات من قبل الحضور أو أي سؤال، بإمكان أي حد يرفع بس إشارة اليد على أساس طب يعمل المداخلة. أكيد، تفضل. اسمحي لي يا استاذه هبه، بس عايز اشير لحاجه برضو، لان انا شايف في الشات يعني في في سؤال أسئلة كده، لا سؤال يعني لفت انتباهي يعني. يعني السؤال بالنسبه ايه، هل يعني ايه علاقه المنشطات بالتحكيم؟ طيب احنا قلنا من شويه إن التحكيم أو التحكيم في المنازعات الرياضية له خصوصية معينة. يمكن في اللقاء الحواري اللي إحنا عملناه قبل كده اتكلمنا عن صحيح. التحكيم في المنازعات الرياضية، واتكلمنا عن الموضوع ده تفصيلا. بس أنا حابب أقول بس نبذة عشان الزملاء اللي هم إيه يعني قد يلتبس عليهم الأمر، إيه علاقة التحكيم بالمنشطات الرياضية التحكيم الرياضي ليه خصوصية معينة. من ضمن خصوصياته احنا قلنا ان في مبدأ اولمبي مهم هو اسمه ديمقراطية الرياضة واستقلال الهيئات الرياضية. هذا المبدأ تقريبا تم وضعه في 2010 على ما اتذكر. احنا قلنا من شوية ان الميثاق الاولمبي بيتم تحديثه كل 4 سنوات،
وهذا المبدأ تم وضعه تقريبا في 2010. فمن منذ هذا التاريخ فاللجنة الأولمبية كانت عندها الرغبة، وإن دايما إن يكون الرياضة تكون مستقلة عن الحكومات وعن الدول، حتى المنازعات الرياضية يتم فضها وتسويتها عن طريق جهات مستقلة تختلف عن الجهات القضائية الوطنية للدول. عشان كده اللجنة الأولمبية فرضت على جميع الدول إن هي يعني إيه تنشئ مراكز للتحكيم، وهذه المراكز تكون مختصة اختصاص حصري بنظر المنازعات الرياضية. طيب المنازعات بالنسبة للمنازعات المنشطة، احنا قلنا ان هي كلها عبارة عن منازعات او عقوبات تأديبية، في الغالب بيصدر بقبلها عقوبة تأديبية. لازم أن يكون عشان يبقى فيه عقوبة تأديبية لازم لحسن سير العدالة ان يكون فيه تظلم من هذه العقوبات التأديبية. طب هذا التظلم لو في الأمور الطبيعية أو في السياق الطبيعي إن يكون التظلم قدام القضاء، يعني طبيعي إن يكون إيه التظلم قدام القضاء، يعني إحنا مش هنكتفي بالتظلم يكون فقط أمام الهيئات الرياضية. يعني الهيئة الرياضية فيها لجنة تأديبية وفيها لجنة استئناف وبتنظر المنازعة على درجتين، لكن ده لا يغني وده يعني حس سير العدالة يتطلب ان يكون في جهة مستقلة تختلف عن الهيئة الرياضية اللي بتراقب تعاطي المنشطات ان هي تنظر لايه لهذه المنازعة. طيب فاحنا وفقا لخصوصية المنازعات الرياضية والمبدأ الأولمبي اللي احنا قلناه من شوية، فيوجد التحكيم. وقلنا ان الوكالات الوطنيه بتنص على في الانظمه الاساسيه ليها ان الطعن على القرارات الصادره من لجان التاديب او لجان الاستئناف يكون امام مراكز التحكيم الوطنيه او محكمه التحكيم الرياضيه. فدي فكره التحكيم. طيب التحكيم هنا برضو، هل هو التحكيم الرياضي هو تحكيم زي التحكيم التجاري وزي التحكيم في المنشآت؟ ده كان سؤال موجود برضو. هو التحكيم هو التحكيم، يعني التحكيم في المنازعات الرياضية هو زي التحكيم في المنازعات التجارية، وهو زي التحكيم في منازعات المنشآت والعقود الإنشائية. فهو يخضع التحكيم كله لمبدأ السلطان الإداري، من حيث اختيار المحكمين، من حيث اختيار القواعد الإجرائية للعملية التحكيمية، من حيث القانون الواجب التطبيق، القانون الإجرائي أو القانون الموضوعي. فهو تحكيم في المنازعات الرياضية هو نفسه تحكيم في المنازعات التجارية، زي أي تحكيم يخضع لمبدأ السلطان الرابع. ده بس أنا حبيت أوضحه للزملاء يعني. شكرا. شكرا سعادة القاضي شعبان. أستاذ طارق، عندك أي ملاحظة على أي موضوع قبل الانتقال للأسئلة والمداخلات؟ لا يمكن انا ما عنديش ملاحظات، بس بشكل عام زي ما وضحنا كده ان المنازعات المتعلقه بالمنشطات هي منازعات رياضيه وبتخضع للقواعد المتعلقه بالرياضه، وهي منازعات ليها طبيعه خاصه شويه، يعني بتحتاج امور فنيه اكتر، تحتاج ان يكون عنده اطلاع، الشخص عنده اطلاع اكتر، اللي بيحب ان هو يتخصص فيها بيكون عنده اطلاع اكتر فيما يتعلق بالامور المتعلقه بالعلوم والادويه والطب وطريقه، وبتحتاج افق واسع فيما يتعلق خصوصا للمحامين. يعني المحامي اللي بيمارس الدفاع في قضايا المنشطات يعني بتحتاج منه افق واسع، عشان كده هتلاقي حتى الموضوع المتعلق بالمنشطات مش منتشر كتير بين المحامين، هم محامين معدودين اللي بيمارسوا موضوع المنشطات او اللي بيكونوا متخصصين فيما يتعلق، طبعا ممكن اكتر من شخص يمارس، لكن المتخصصين فيه والمتمكنين فيه مش ناس كتير. فاللي يحب يمارس او يكون يتخصص في مجال القضايا الرياضيه وخاصه المتعلق بالمنشطات
بتحتاج منه مجهود وافق واسع واطلاع اكتر فيما يتعلق بالامور المتعلقه بالعلوم والطب والادويه والامور دي. شكرا أستاذ طارق، رح أقرأ بعض الأسئلة اللي موجودة في المحادثة ورح نسمح بالمداخلات الصوتية أيضا، بس في أستاذ سعادة القاضي شعبان بيسأله عن كتابك، وين متوفر الوجيز في قانون الرياضة؟ هل يوجد دار نشر أو مكتبات متوفر فيها الكتاب؟ لا وطريقة هو انا الحصول على الكتاب؟ نعم يا فندم. طريقة الحصول على الكتاب، يعني العديد من الاستفسارات حول الموضوع. يعني يعني هبعت لحضرتك رقم للواتساب بعد الجلسة ان شاء الله. حضرتك يعني يعني اذا سمحت يعني ممكن تنشريها على على الجروب بتاع المؤسسة لو ينفع يعني. تمام. تمام، بحيث انه الطلب من خلال هذا الرقم يعني. تمام، ده بالنسبة للكتاب. شكرا شكرا سعادة القاضي شعبان. رح أول مداخلة معنا من المهندسة تهاني. تفضلي مهندسة تهاني. مساء الخير. مساء الورد، هلا. عارفين عن نفسك لو سمحتي. تهاني حدادين، مهندسة بعمل بقطر كونتراكت مانجر. جديد أخذت شهادة محكم بس لسه ما اشتغلت في التحكيم. سؤالي هو إنه حسب ما إحنا درسنا وعرفنا إنه التحكيم مش المفروض يدخل في القضايا الجنائية، وموضوع المخدرات والعقاقير اللي بياخدوها اللاعبين المفروض إنها تدخل تحت القضايا الجنائية. فإذا صار تحكيم وصار في حكم وراح للتنفيذ بالقضاء، حسب معلوماتي إنه المفروض القضاء يبطل هذا التحكيم. فما بعرف يعني صار عندي لبس في هذا الموضوع هلا هيك. فكرة متعلقة بالنظام العام. سعادة القاضي شعبان تفضل. أنا برحب بالبشمهندسة تهاني. هي طبعا حقة إن التحكيم عموما لا يجوز فيما لا يجوز الصلح فيه. وطبعا الجزائي أو الجنائي لا يجوز فيه التحكيم يعني، ده معروف. لكن احنا قلنا إن العقوبات على تعاطي المنشطات، المواد المنشطة، عقوبات تأديبية وتعاقدية وإيه وعقوبات جنائية. احنا مالناش دعوة بالعقوبات الجنائية. لو في عقوبة جنائية مش هنلجأ للتحكيم فيه طبعا. القضاء الجنائي، وأنا قلت إن قانون المخدرات المصري بيجرم المخدرات، ويمكن قوانين المخدرات كلها على مستوى العالم ما عدا في بعض الدول البسيطة يعني بتجرم المخدرات زي الحشيش والهيروين والكوكايين. وهذه المواد المخدرة دي من ضمن المواد المنشطة المحظورة، فطبيعي لو مش هنلجأ للتحكيم في حالة ضبط أحد العقاقير المخدرة مع رياضة، لكن العقاقير الأخرى اللي تستوجب توقيع العقوبات التأديبية فقط يعني اللي هي الوقف أو ده اللي بنلجأ فيه للتحكيم طعنا على القرارات التأديبية الصادرة من الهيئات الرياضية. طيب شكرا هلا سعادة. في حالة أكمل تفضل. في حالة إنه اللاعب انضبط معاه مخدرات، هلا أوكي التحكيم بده يروح للتأديبي، بس هل بينحكم بالقضاء الجنائي ولا بس بيكتفوا بالتحكيم التأديبي؟ لا هو احنا قلنا يمكن واحنا بنتكلم انا والدكتور طارق قلنا ان في 3 انواع من العقوبات قد يوقع على اللاعب. 3 انواع. العقوبه الاولى العقوبات التاديبيه اللي هو الغرامه والايقاف والشطب وخصم النقاط وهكذا، والعقوبات التعاقديه اللي هي متعلقه ببند في احد العقود الرياضيه، والعقوبات الجنائيه. اللاعب ممكن يوقع عليه 3 عقوبات، ياخد عقوبة تأديبية من الوكالة الوطنية أو الوكالة الدولية أو الاتحاد الرياضي الدولي مثلا، وفي نفس الوقت ممكن يتم فسخ العقد بتاعه مع الفريق بتاعه، وفي نفس الوقت قد يوقع عليه عقوبة جنائية لو هو كان محرزا أو متعاطي مخدر مثلا، فيجوز التوقيع عليه 3 أنواع من العقوبات. تمام، شكرا كثير. عفوا. بس شغلة تانية، إذا في جروب ممكن تدخلونا على الجروب، عشان أنا أول مرة بدخل لهاي الندوة، فيا ريت تضمونا على الجروب عشان نكون معكم دائما.
تمام، راح يتم وشكرا. إرسال روابط الجروب على المحادثة، بإمكانك الانضمام أكيد. في سؤال على الشات بيحكي: ما هو دور الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في دعم أو تنظيم عملية التحكيم في قضايا المنشطات؟ أستاذ طارق. طيب قبل ما اجاوب على السؤال ده استكمالا لكلام سعاده المستشار شعبان وردا على الباشمهندسه تهاني، هو السؤال صعب او مش صعب، محتاج واقعة فعليه يتم على اساسها الشرع. زي ما قال سعاده المستشار شعبان ان انواع العقوبات ثلاثه ممكن تدخل من بينهم العقوبه الجنائيه، لكن عشان نقدر نوصل للفكره نقدر نقول ان طريقه الضبط ازاي؟ اللاعب تم ضبطه فين؟ هل اثناء نشاط رياضي او في غير نشاط رياضي؟ يعني هل لنفترض مثلا ان لاعب تم ضبطه بمخدرات خارج نطاق النشاط الرياضي؟ في الحاله دي ممكن ياخد عقوبتين، العقوبه الجنائيه والعقوبه التاديبيه او العقوبه التعاقديه اللي اتكلمنا عليها، لكن هنا لجنه مكافحه المنشطات مش هتتدخل في الموضوع، هو خلاص خضع على العقوبه الجنائيه وخاضع للعقوبة التعاقدية مع النادي بتاعه أو الجهة اللي بيخضع لها. ففكرة إن إحنا نقول إن هل كل ما يتم ضبطه يخضع للتأديب أو يخضع للجزاء أو يخضع، لا، لازم نحدد الواقع فين وتم ضبطه إمتى وتم ضبطه إزاي. كل الأمور دي بتختلف فيما يتعلق بالعقوبة اللي هيتم توقيعها على اللاعب. ده كان استكمالا لكلام سعادة المستشار شعبان. طيب السؤال الثاني، دور اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات في تنظيم عملية التحكيم. الحقيقة إن اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات ما بتنظمش عملية التحكيم. التحكيم بيتم تنظيمه بلوائح وقواعد مستقلة عن القواعد المتعلقة بلجنة مكافحة المنشطات. وليكن هنتكلم مثلا عن الكويت. الكويت في قانون خاص بالتحكيم، طبعا ابتداء من قانون الرياضه اللي تفرع عنه انشاء الهيئه الوطنيه للتحكيم الرياضي، مرور اللوائح الخاصه بالهيئه الوطنيه للتحكيم الرياضي، دي كلها مستقله تماما عن اللوائح الخاصه باللجنه الدوليه لمكافحه المنشطات. نقدر نقول ان التحكيم هو الجهه اللي بتفصل اللي بيتم اللي بتقوم بالفصل في القرارات الصادره من الهيئه الوطنيه من اللجنه الدوليه او اللجنه الوطنيه لمكافحه المنشطات. لو بنتكلم عن اللجنه الكويتيه هتكون الهيئه الوطنيه للتحكيم الرياضي، لو بنتكلم عن اللجنه المصريه او المؤسسه المصريه هتخضع لمركز التحكيم الرياضي على حسب الجهه اللي بتخضع لها، لكن في استقلاليه تامه بين تنظيم التحكيم وبين تنظيم مكافحه المنشطات او اللجنه الوطنيه او الدوليه لمكافحه المنشطات. شكرا أستاذ طارق. في معنا سؤال من المستشار خالد عصام، تفضل سعادة المستشار. الو، السلام عليكم. الصوت مسموع كده يا فندم؟ اسمع، تفضل عرفنا عن نفسك. انا المستشار خالد اسلمولي، انا قاضي في مجلس الدوله. الاول أهلا وسهلا. اهلا بيكم يا فندم. انا الاول بحب احيي طبعا سياده المستشار شعبان غالب والاستاذ طارق دياب، طبعا اهلا بيكم، بجد المحاضره رائعه وجميله واستفدت بيها استفاده كبيره، المعلومات جديده عليا. والله انا كان عندي عده اسئله. السؤال الاولاني تم الاجابه عليه خلاص، اللي هو الخاص بالكتاب، اللي هو خلاص استاذ المستشار شعبان قال ان هو هيوفر الكتاب عن طريق الواتساب. الحاجه الثانيه اللي عايز اسال عليها، انا شايف برضو واتمنى استاذ طارق ومعلم المستشار شعبان يشاركونا في الموضوع، في تشابه شويه بين الموضوع بتاع المنشطات والاجراءات الموجوده فيه والضمانات اللي بتبقى موجوده للاعب في مواجهه الكشف واساليب الكشف، في قانون مصري عندنا اسمه قانون 73 لسنه 21، اللي هو بخصوص شروط شغل الوظائف العامه والاستمرار فيها. ده اللي بيتم فيه الكشف عن العاملين المدنيين بالدوله كشف فجائي بالمخدرات. معايا يا فندم؟ معايا دكتور طارق؟ تمام يا فندم. مسموع الصوت، بس أستاذ طارق المايك مسكر عندك. فعلا بيه، بعد اذنك الصوت بعيد شويه. طيب السلام عليكم. حضرتك سامعني كده كويس ولا ايه؟ كده كويس، كده كويس، اتفضل. طيب يا فندم، في تشابه بقول لحضرتك في الضمانات اللي موجوده بالنسبه للاعبين والكشف عليهم والاجراءات الخاصه بالتحليل وما شابه، في قانون مصري اسمه القانون 73 لسنه 21 الخاص بشان شروط شغل الوظائف العامه والاستمرار فيها.
القانون ده بيدي صلاحيه لرجال الضبطيه القضائيه اللي بينزلوا طبعا على جهه ما جهه عامه ان هم بيعملوا اجراء تحليل مخدرات فجائي على العاملين بالجهه. تمام؟ فعلى سبيل المثال هم بيعملوا مثلا على سبيل المثال بيعملوا تحليل استدلالي بيتم عن طريق زي ما قلت لحضراتكم تحليل عينه البول. اذا تم ثبوت العينه بيتم اجراء بقى الحاجات بيتم بعدها اجراء تحليل توكيدي من قبل المعامل المركزيه في وزاره الصحه. اللاعب بقى يقدر ان هو يتحدى الكلام ده ويقدر ان هو يطعن عليه ويقدر يلجا للطب الشرعي ويعمل هو تحليل تاني بس في خلال مده زمنيه محدده بيحددها القانون. تمام؟ فدي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للامتناع والهروب طبعا هو نفس الكلام نفس المبدا بالظبط مطبق زي ما حضراتكم قلتوا ان مجرد الامتناع امتناع اللاعب عن الـ ان هو يدلي بالعينه او يباشر باجراء التحليل بتاع العينه ده في حد ذاته بيعتبر ادانه ليه. ونفس الكلام الهروب هل ده برضو موجود بالنسبه للقوانين الرياضيه في الوضع العام؟ يعني مثلا زي ما حضرتك قلت ان هو التحليل انا شفت كده هو التحليل الاستدلالي فقط، هل في تحليل توكيدي؟ هل اللاعب يقدر يلجا لاي جهه طبيه ما يثبت ان في خطا وقع في التحليل او ما شابه؟ وهل الهروب من الهروب بقى مش الامتناع، يعني هو مش امتنع هو هرب. تمام؟ ده يعتبر برضو موجود عندكم في القانون ولا مش موجود؟ هي دي بس الثلاث اسئله اللي كنت حابب اسالها. شكرا سعادة المستشار. شكرا. سعادة القاضي شعبان، أستاذ طارق اللي مع بيحكي، المستشار شعبان. تفضل تفضل. طبعا انا برحب بسعاده المستشار خالد الاسطنبولي، اهلا وسهلا بيه، وطبعا احنا سعدنا وتشرفنا بيه. ومجلس الدوله عندنا في مصر يعني هي قلعه الحقوق والحريات والقضاء الاداري وقلعه الحقوق والحريات، وكل رجال مجلس الدوله رجال عظام يعني، انا بحييه كل التحيه يعني. طبعا سعادة المستشار عنده كل الحق، يعني هي ممكن تكون الإجراءات متشابهة ما بين قانون 73 سنة 21 اللي هو القانون الخاص بالموظفين المدنيين بالدولة ومدى الرقابة عليهم في تعاطيهم للمواد المخدرة، مع إن أنا ليا بعض التحفظات على هذا القانون بصراحة، يعني لا سيما إن النتائج العينات ودي بتعمل مشاكل كبيره جدا. يمكن ساعات المستشار بتجيله قضايا كتيره في مجلس الدوله طعنا على القرارات الصادره تنفيذا لهذا القانون بفصل بعض الموظفين نتيجه تعاطيهم المواد المخدره. في بعض المواد يعني تداخلها مع بعضها قد ينتج عنه تحليل خطأ يظهر في عينة الدم إن هو مخدر معين وفي الآخر ما بيطلعش لا مخدر ولا حاجة. ويعني كنت أنا بالنسبة لي يعني مش من هواة التضييق والخناق على الناس كل شوية، يعني راجل موظف لو ثبت إن هو بيتعاطى مخدر في أي يعني يكفي إن هو يحكم عليه بالعقوبة الجنائية. وممكن كنا نضيف في قانون المخدرات لو كان موظف وثبت تعاطيه لمادة مخدرة أو الحكم عليه بإدانة مادة مخدرة إن يكون من سلطة القاضي إنه يوقع عليه عقوبة العزل. ده أنا كنت يعني ده كان رأيي يعني، لكن قد تكون الإجراءات يعني متشابهة لكن مع الفارق طبعا، لأن الإجراءات بالنسبة لتعاطي المنشطات دي اللي نص عليها الكود العالمي لمكافحة المنشطات وحددت معامل معينة لتحليل هذه العينات وطرق معينة لأخذ هذه العينات وإجراءات معينة بس، فده اللي أنا أقدر أقوله. شكرا سعادة القاضي. أستاذ طارق، عندك أي مداخلة أخرى؟ أنا برحب طبعا بسعادة المستشار، ويمكن سعادة المستشار شعبان جاوب على الاستفسارات. يمكن بس احب اضيف ان في معايير معينه للتحليل، يعني في مش كل المعامل تخضع للتحليل زي ما سعاده المستشار شعبان او تكون قبل ان هي يتم اجراء التحليل فيها، في معايير معينه واجراءات معينه وخطوات معينه تتعلق بالعينه من وقت استلامها لبقائها لمده معينه لارسالها لطريقه التحليل، في بروتوكول محدد من اللجنه الدوليه لمكافحه المنشطات، بروتوكول طبي بالكامل من اللجنه الطبيه في حال مخالفته طبعا يقدر
يدعن عليه اللاعب او الشخص، وطبعا يقدر ان يعيد التحليل، بس في المره الثانيه بيعيد التحليل على نفقته. وانا ممكن اشارك ان شاء الله بعد الندوه، ممكن اشارك مع حضراتكم القواعد المتعلقه بالوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات ان شاء الله، الوكاله الكويتيه لمكافحه المنشطات، هتكون مفيده باذن الله. شكرا شكرا أستاذ طارق. أستاذ محمد هادي تفضل. شكرا شكرا. اولا بدي اقول يعطيكم العافيه سعاده الله مستشار يعافيك. القاضي شعبان وحضرتك الاستاذ طارق، كمان استاذه هبه، عملتوا جهد جبار. انا دائما بستمتع لما بتستضيفي، بعدين كمان مش ضيوف، هم من يعني اهل بيت، ولكن دائما يعني الفائده محققه جدا. سؤالي للاستاذ طارق ويمكن اكثر استضاحي، انه لفتني انه لما كنت عم تحكي عن موضوع الامتناع والكيسز المتعلقة بهذا الامتناع ووجوب الامتثال للطلب، بأي وقت يعني بتلقى هذا الشخص الاتصال بضرورة الحضور؟ خطر على بالي انه يعني هل في مدة زمنية اللي ممكن يتلقى فيها هذه المكالمة وعليه واجب الامتثال والحضور لإجراء الفحص، ولا ممكن تكون مفتوحة؟ لأنه كمان المنشطات ممكن يكون لها وقت معين وكمان يعني تروح من الجسم خلاص. فخطرت على بالي لما انت حكيتها، الا اذا كنت عم تقصد شيء انا ما فهمتوش بالضبط. شكرا. قصدي حضرتك ان اللاعب وقت استدعائه للتحليل؟ صحيح صحيح. انا كنت انتبهت انه حضرتك حكيت عن هذه الجزئيه، وقلت على انه كنت عم تحكي على كيس كمان اللي لاعب انحرم لمده عمره 25، انحرم لست سنوات بأنه هو امتنع عن القيام بإجراء الفحوصات والامتثال لها. فسؤالي أنه هل في مدة معينة، وقت زمني معين؟ مثلا مارادونا، أوكي، لما كلنا بنتذكر شفنا صورته لما بعد ما جاب الجول على الشبك، وهيك وجهه وعينيه كانوا عم بيطلع زي الشرار عم بيطلع منهم. هل مثلا بعد ساعة أو ساعتين ممكن ينعمل فحص، ولا بعد 10 ساعات، ولا بعد 15 ساعة؟ هل في مدة زمنية معينة للتحقق؟ هذا اللي كنت بقصده. هو الموضوع هيكون فني اكتر، لكن انا هكلم حضرتك على واقع. دايما بتكون التحاليل اذا كان في وقت مناسبه رياضيه بتكون فور انتهاء المباراه او قبل انتهاء المباراه او قبل بدايه المباراه، بس غالبا 90% بيكون فور انتهاء المباراه. يعني انا لو انا لاعب، انا الواقع اللي انا بتكلم عليها تحديدا لو انا كنت بشرحها، فور انتهاء مباراه تنس تم استدعاء اللاعبه الفايزه والخاسره وتم اجراء التحليل ليهم. ف 99% من الحالات المتعلقه باجراء التحليل بتتم بعد انتهاء المباراه. هل الفكره السؤال اللي كنت بتسال عليه حضرتك ان ممكن يتم استدعاء اللاعب في اي وقت؟ اه ممكن يتم استدعاء اللاعب في اي وقت. طيب في فترات معينه، او السؤال اللي يمكن انا وضحتوش او اللي حضرتك حابب تستفسر عنه تحديدا، ان انا بقول ان اللاعب ملتزم ان يكون موجود في مكان معين خلال فتره معينه وقت ما يتم استدعائه ويحضر. خلينا نفرق بين الفترات اللي بيكون فيها مناسبات رياضيه او تجهيزات لمناسبات رياضيه. زي ما قلت، في العاب معينه قبل الانضمام ليها او قبل تنفيذ البطوله بتكون خاضع لفترات اختبار، فبتكون موجود في مكان معين. وقت ما بيتم اتصال بك انت ملزم كلاعب انك تحضر في الوقت المحدد. بديك مهله قبلها، مثلا بقول لك انت قدامك 24 ساعة، وخلال ال 24 ساعة لازم تكون موجود عندك. طيب احنا عندنا مثلا وليكن بطولة كمال أجسام في مصر، طيب محدد نطاق البطولة دي في المكان الفلاني، بيكون اللاعبين متواجدين هناك، البطولة دي لازم تكون طبيعية. طب أنا كجهة لازم إن أنا أجري فحوصات قبل البطولة، لأن في كمال الأجسام قبل ما أدخلوا البطولة أصلا في البطولات الطبيعية، قبل ما أدخلوا البطولة لازم أجري له فحوصات، وبعد ما طلعوا بعد الانتهاء أجري له فحوصات. فبيكون موجود في نطاق معين وملزم بيتم وضع لائحه للعبه دي او للبطوله دي، ان انت خلال الفتره دي وقت ما يتم استدعائك بتكون موجود، بيكون امامك مهله كذا. ولو عندك مبرر، طبعا في مبررات لما شارك معاكم في القواعد المتعلقه بالوكاله هتلاقي هيكون في مبررات لازم يقدر يبين المبررات اللي ادت لتاخره او عدم وجوده. لكن اذا حددت اللائحه او الاتحاد او البطوله كان ليها قواعد معينه فيما يتعلق بوجود في نطاق زمني او مكان معين، اللاعب ملتزم بهم قولا واحدا. شكرا أستاذ طارق، السؤال وصل جواب أستاذ محمد. شكرا بشكل واضح جدا. شكرا كثير أستاذ طارق. شكرا.
معنا مداخلة كمان من الأستاذ محمد علي، تفضل. السلام عليكم. أولا وعليكم السلام. أنا برحب بداية بالدكتور طارق دياب والمستشار شعبان، يعني شكرا جزيلا، وحضرتك شكرا جزيلا يعني على الندوة المميزة. بصراحة هو الموضوع جديد وشيق وبيطرح أفكار وأسئلة كتير، يعني بتخلينا عايزين نعرف اكتر عن الموضوع. انا باختصار شديد عشان ما اطولش، انا بدايه انا مستشار في هيئه قضاء الدوله في مصر. عندي سؤالين. اول سؤال، هي ايه التحديات الاكثر شيوعا اللي ممكن تواجه المحكمين في قضايا تعاطي المنشطات؟ السؤال الثاني، هل في لوائح عامه بتحدد نوع المنشطات اللي ممكن اللاعب مثلا، او المجرمه اللي ممكن اللاعب ياخدها او لا؟ بمعنى مثال، يعني لو في مثلا الشيء ده مصر او في داخل مصر محظور كمنشط، لو في منافسه دوليه كاس عالم ايا كان يعني، والمنشط او النوع ده مش مجرم او مش محظور داخل مثلا الكويت، هل في بقى لوائح عامه او قواعد عامه بتحدد الإطار والجانب القانوني اللي الموضوع يعني بيشكله ولا لا؟ وشاكر يعني ذوقكم جزيلا والله، يعني شكرا. شكرا أستاذ محمد. سعادة القاضي شعبان، تفضل. طبعا بداية أنا يعني بحيي صديقي العزيز الأستاذ محمد هادية واشكره على طريقته الجميله معانا، يعني دوره المتميز. ثانيا، بالنسبه لسعاده المستشار محمد علي، مستشار بهيئه قضاء الدوله، برضه هيئه قضاء الدوله على فكره من يمكن اعرق هيئه قضائيه في مصر. يعني يكفي ان هي منها عليه رحمه الله المستشار الدكتور عوض المر، وده كان احد العظام اللي ترأسه المحكمه الدستوريه العليا المصرية، وهيئة قضائية عريقة. وأنا مبسوط بصراحة إن يعني معانا مجلس الدولة وهيئة قضاء الدولة. دي نقطة. بالنسبة لسؤال سعادة المستشار محمد علي الأول، التحديات الأكثر شيوعا بالنسبة للمحكمين في منازعات المنشطات. طيب، هو زي ما قال يمكن دكتور طارق من شوية، إن القضايا المنشطات أو منازعات المنشطات محتاجة قضايا فنية شوية ومنازعات فنية شوية. يمكن هي أكثر يعني اتصالا واتساقا بالجانب الطبي أو الفني المتعلق بالجانب الطبي شوية وتحديد عشان كده هتلاقي أغلب الموظفين أو العاملين أو اللي بيشتغلوا في الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أو الوكالات الوطنية هتلاقيهم أطباء أو في الكادر الطبي بقى، سواء أطباء أو صيادلة أو الكادر الطبي كله يعني. فالتحديات طبعا محتاجة جانب فني جدا. يمكن أنا هذكر برضو مثال، كان أحد اللاعبين الدوليين المصريين اللي أنا ذكرته من شوية، إن هو كان لاعب ألعاب قوة تقريبا أو سهم ورمح حاجة كده يعني. المهم، اللاعب ده قبل الأولمبياد ب 12 وكان مرشح للأولمبياد وكان داخل وكان متوقع كمان هياخد مركز وميدالية في الأولمبياد. قبلها ب 12 يوم أو يعني في الحدود دي، فاتعمل له اختبار عشوائي كده من الاتحاد الدولي، وطلع نتيجة الاختبار ان هو ايه، ايجابي. الاختبار ده كان ايجابي لمادة معينة من ضمن المواد الموجودة في القائمة اللي هي بتنشرها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. فالمحامي بتاعه قعد يبحث وكده، فمش متذكر المحامين بصراحة. المهم ايه، قدر يبحث عن طريق بقى تحليلات بقى معملية وحاجات معينة، إن في بعض اللحوم اللي هي بيتم استيرادها من البرازيل لمصر
فيها هذه المواد، والمواد دي بتدخل يعني دخلت في دماء الرياضي ده غصب عنه، هو ما يعرفش يعني، او المواد دي معروفه محدده ومحدده المصادر، بس مش مكان من ضمنها الافكار اللي هي مستورده من البرازيل. فدي تحديات بتقابل المحكم في قضايا المنازعات، المنشطات او المحامي حتى اللي هو بيدافع عن لازم يبحث في المجال الطبي وفي مجال المعامل والتحاليل. فدي تحديات طبعا، ولازم يحط احتمالات كتيرة قدامه، ويحط كمحكم مثلا انه يكون هذا يعني ده غصب عن هذا الرياضي، او هو طبعا الجهل يعني، مش بس يعني ممكن بعض المواد زي ما احنا اتكلمنا من شوية، والتدخلات معينة بتدي نتيجة في التحليل ايه لمواد اخرى يعني. دي بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، هو احنا قلنا برضو ان مش في لائحة، في قائمة بتصدر من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، قائمة سنوية محدثة بتحدد فيها المواد المنشطة والطرق المنشطة، وهذه اللائحة بتعلن للاتحادات الرياضية الدولية وبترسل للوكالات المحلية، والوكالات المحلية بتودي صور منها للاتحادات الرياضية المحلية وبتعلن، وبتعمل ندوات، المفروض يعني تعمل ندوات من الوكالات الوطنية للرياضيين بتوعيتهم، وإن حصل تحديث في القائمة دي وأدخلت مادة كذا وعملت مادة كذا، والمفروض في لجان طبية بتوعي الرياضيين وبتقول لهم إن المواد دي موجودة في الأغذية كذا وفي المشروبات كذا يعني. فطبعا اللائحة دي أو القائمة بتحدث سنويا في كل شهر سبتمبر من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات. شكرا سعادة القاضي. في معنا آخر مداخلة من الأستاذ العيسوي بدر، تفضل أستاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي أستاذة هبة، تحياتي الأستاذ محمد هادية، وتحياتي لمؤسسة أكت. كل التحية والتقدير لصديقي العزيز معالي المستشار شعبان الدكتور طارق، لكم كل التحية والتقدير. معالي المستشار شعبان، سؤالي لحضرتك هو الحقيقة أنا لاحظت إنه الحديث تطرق إلى أمرين، تطرق إلى المنشطات الرياضية والمخدرات، ويعني اعتقد انه حصل خلط في الكلام ما بين انه لاعب بيتعاطى مخدرات او بيتعاطى منشطات. سؤالي هنا، هل ترتقي عقوبة تعاطي المنشطات الى ان تجرم كجناية، ام انها بتبقى عقوبة إدارية او عقوبة تأديبية بخلاف طبعا المخدرات؟ الامر الثاني انه يعني لو اللاعب زي ما تفضل الدكتور طارق وقال ان هو تم ضبطه حائز لمخدر او بيتعاطى مخدر خارج الملعب، خارج اللعبه، خارج المسابقه، فهنا هو بيتعرض اوريدي للعقوبه الجنائيه بحكم القانون سواء كان تعاطي او احراز، ولكن هل ده بيرتقي برضه الى ان هو يعاقب في الجهه بتاعته زي القانون اللي تفضل بيه معالي المستشار الخاص بعقوبة العاملين في الدولة ولا لا؟ شكرا جزيلا. شكرا أستاذ العيسوي، تفضل سعادة القاضي. طبعا انا بحيي سعادة المستشار العيسوي بدر، صديقي العزيز واخونا الكبير والراجل المحترم يعني، وشرف لينا يعني تواجدك معانا سعادة المستشار. شاكر فضلك يا فندم، شاكر فضلك. ربنا يعزك ويبارك فيك. بالنسبة لل طبعا احنا قلنا ان الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات هي السلطة المختصة او المعنية بتحديد المنشطات المحظورة رياضيا. ومن ضمن المواد المحظورة المخدرات، زي مخدر الحشيش والهيروين والكوكايين. فدي من ضمن المواد المحظورة على قائمة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.
قد يكون المواد المنشطه المحظوره اللي بتحددها الوكاله الدوليه مخدر او لا يعني، بس الغالبيه مش مخدر. والكحول، ما احنا قلنا الكحول ده برضو نوع من انواع المنشط، بس المحظور على رياضات معينه زي رياضات السيارات. في أنه أسعد إذا معنا لو سمحت في حد عمل مشاركة أو تفضل أنا أستاذ كده. أسعد. فقد يكون المواد اللي بتحددها الوكالة كل سنة منها في مواد مخدرة أو غير مواد مخدرة، وأغلبها مش مواد مخدرة طبعا يعني، لكن في بعض المواد المخدرة البسيطة. فدي نقطة. النقطة الثانية، أنا قلت كمان الكحول. الكحول ده يعتبر منشط لبعض الرياضات المعينة. طيب، بالنسبة للوكالات الوكالة الدولية أو الوكالة الدولية أو الوكالة الوطنية أو الاتحاد الرياضي الدولي أو المؤسسة اللي بتنظم الحدث الرياضي، هي ما بتقدرش تطبق عقوبة جنائية، هي بتطبق عقوبة تأديبية. يعني هي تطبق عقوبة تأديبية، وبعد كده بقى إيه، لو في عقوبة تعاقدية المتعاقد الآخر هو يلجأ بقى للتحكيم عشان يوقع عقوبة تعاقدية اللي هي وفقا للعقد الرعاية أو عقد الاحتراف. أو لو عقوبة جنائية بقى، لو الجهة أو السلطة في الدولة يعني بلغت النيابة العامة، في النيابة العامة هي مش عايزين نخلط ما بين احنا بنقول إن في 3 عقوبات للمنشطات. عقوبات تأديبية هي الأصل عندنا، احنا عندنا هنا الأصل عندنا العقوبات التأديبية اللي يجوز فيها التحكيم ويجوز فيها كل الكلام ده كله. وكذلك العقوبة التعاقدية، لو عقد رياضي وفي شرط أو شرط تحكيم يبقى برضه يجوز فيها، لكن احنا ملناش علاقة بالعقوبة الجنائية. وحتى قانون الرياضة ما ذكرش يعني حظر على الرياضيين تعاطي المنشطات الرياضية، لكن لم يجرم المنشطات الرياضية، لم يجرم المنشطات الرياضية بشكل عام. لكن في بعض الأنواع من المنشطات مجرمة بقوانين خاصة، زي احنا قلنا زي قانون المخدرات. أرجو إن أنا شكرا أكون سعد، الصورة واضحة. شكرا شاكر سعد. فضل طبعا معاليك يا فندم، شاكر فضل، شاكر فضلك دكتور، شاكر اتفضل فضل. يا فندم. طبعا احنا التزاما منا بالوقت لانه لنا ساعتين، فرح نعتذر من المداخلات الاخرى او الاسئله المطروحه عبر المحادثه، وبامكان الجميع طرح اسئلته عبر جروب منتدى التحكيم، وسيتم الاجابه عليها من قبل ان شاء الله الاستاذ طارق وسعاده القاضي شعبان. عندنا استفتاء اخير بنحب نسمع رأيكم بخصوص مدى استفادتكم من هذه الجلسة الحوارية، عالية، متوسطة أم متدنية؟ اللي بيرغب بالمشاركة بهذا الاستفتاء بإمكانه ظاهر على الشاشة يحكي لنا رأيه. تمام، شكرا لمشاركتكم. النتيجة كالتالي، 90% نسبة استفادتهم من الجلسة الحوارية مع الأستاذ طارق وسعادة القاضي شعبان هي عالية بنسبة 90%، متوسطة بنسبة 10%، متدنية بنسبة 0%. نشكر لكم أكيد مشاركتكم ووجودكم معنا، وبحب بهاي الفرصة كمان أعلن عن تدريب متخصص في مجال التحكيم في النزاعات الرياضية. هذا التدريب راح يكون إن شاء الله بإشراف مؤسسة أكت مع الأستاذ سعادة القاضي شعبان غالب كمدرب، والأستاذ طارق دياب. راح يتم الإعلان عن هذا التدريب قريبا. راح يكون تدريب مميز لمن يرغب ببناء مسار مهني خاص في مجال التحكيم في النزاعات الرياضية. راح يسلط الضوء هذا التدريب على عدة محاور، عدة أهداف، بيشمل جميع ما يتعلق بالتحكيم في النزاعات الرياضية، سواء المنشطات الرياضية أو مفهوم التحكيم أو العديد من المحاور، منها مراكز التحكيم الرياضي أيضا.
هذا التدريب راح يكون إن شاء الله قريبا يتم الإعلان عنه على مواقع مؤسسة أكت، وراح يكون بسعر مناسب للجميع. سعادة القاضي شعبان غالب، شكرا على انضمامك إلنا اليوم وعلى وجودك برغم الظرف الصحي الطارئ. كمان شكرا أستاذ طارق، برغم التعب اللي عندك والضغط كنت موجود معنا اليوم. بتشكركم على وجودكم، وكلمة أخيرة أكيد لكم، تفضلوا. ساعة المستشار. تفضل يا دكتور. طبعا انا يعني سعيد جدا بتواجدي مع حضرتك ومع سعادة الدكتور ومع اساتذتنا الافاضل الموجودين كلهم، وان شاء الله باذن الله يعني نبقى موجودين دايما معاكم كده ونحاول نفيد على قد ما نقدر، وانا اكون كل سعادة وكل انبساط ان انا موجود ورغم تعبي فعلا، لكن يمكن الجلسة دي بصراحة يعني خفيف التعب. يعني قبل الجلسة كنت تعبان شوية فعلا، لكن لما قعدت معاكم وتواجدت معاكم فده خف عني كتير، فمتشكر لكم جدا، تحياتي. شكرا شكرا سعادة القاضي شعبان. أستاذ طارق تفضل. عندي أشكركم وبشكر الجميع وبشكر حضرتك بوجه خاص، وطبعا أخويا وأستاذي المستشار شعبان، طبعا أستاذ محمد هادي أستاذنا العزيز. للأمانة الواحد معاكم بيحس إن هو وسط أهله، يعني مش بنحس النقاش بسيط والنقاش سلس، وإدارتك للحوار بتكون مميزة جدا وبتكون مريحة للجميع. وبالتوفيق وإن شاء الله نتمنى نكون متواجدين معاكم يعني، ونتمنى إن فعلا يكون في استفادة اتحققت. وتحت أمركم في أي استفسار على الجروب إن شاء الله هنجاوب عليه بإذن الله. إن شاء الله. شكرا شكرا أستاذ طارق، شكرا سعادة القاضي شعبان غالب، شكرا لمؤسسة أكت، شكرا للداعم الأول والرئيس اللي الأستاذ محمد هادية، شكرا أسعد، شكرا لجميع طاقم مؤسسة أكت. إن شاء الله نلتقي في جلسة حوارية جديدة وفي تدريب لتحكيم في النزاعات الرياضية مع الأساتذة الكبار. أهلا وسهلا بكم جميعا، وتصبحون على ألف خير. شكرا.